مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. أخبار كالعادة متنوعة وهامة جدا، بالتحديد فيما يتعلق بالكرة المصرية، وأيضا معنا بعض الأخبار العالمية، وهيبقى عندنا استفاضة في الحديث عن كل ما يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ رامي رجب، الناقد الرياضي بالدستور، وهنتكلم في كل الأمور كما هو المعتاد. نروح الأول نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا. حسم نتائج اجتماع الخطيب والوزير اليوم بحضور الجبلاية. فايلر يجتمع مع معاونيه بالأهلي لوضع برنامج الفريق. الأهلي يجدد حقن محمود متولي لتحسن حالته الصحية. فضل: لم أهدد بالاستقالة، وهذا موقف اتحاد الكرة من مباراة الجونة والأهلي. مودريتش يرشح صلاح للتتويج بجائزة البالون دور. اليوم 8 مباريات في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. طيب، أكيد حضراتكم مستنيين الكواليس اللي حصل امبارح، سواء اللي حصل أو اللي هيحصل، الأمور كانت ماشية إزاي امبارح. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان في اجتماع في منزل الكابتن محمود الخطيب، وفي حضور عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وأيضا في حضور وزير الشباب والرياضة، اللي كان حريص جدا جدا أنه هو يطمن الأول على حالة الكابتن محمود الخطيب، وأيضا كان حريص في الحديث عن كل الأمور والحلول اللي ممكن تؤدي لإنهاء هذه الأزمة على الساحة الرياضية الكروية المصرية بالتحديد. اللي حصل إيه؟ الاجتماع تقريبا قعد بتاع حوالي 6-7 ساعات، حلول من هنا وحلول من هنا. بعض الحلول ممكن يكون النادي الأهلي رفضها، بعض الحلول اللي ممكن كان يبقى فيه قبول لدى المسؤولين في النادي الأهلي عنها. فكل دي هذه الأمور اللي حصلت. النتائج النهائية إيه؟ هنعرف خلال الساعات القليلة جدا المقبلة. إزاي؟ في اجتماع خلص تقريبا من حوالي نص ساعة ما بين وزير الشباب والرياضة واثنين من أعضاء اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وهو الكابتن أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل. الوزير طبعا اتكلم معاهم في الحلول اللي ممكن يكون وصل ليها مع مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس، وأقرب الحلول والأنسب إيه والدنيا تمشي إزاي. فبالتالي هم خلاص أرجعوا القرار النهائي بعد انتهاء هذا الاجتماع، في انتظار عودة الأستاذ عمرو الجنايني رئيس هذه اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم. الراجل هيعود النهاردة، بالتالي هيبقى في اجتماع بالليل مع الوزير عشان ياخدوا القرار النهائي. لكن في بعض المعطيات، في بعض المؤشرات اللي بتقول الاتجاه رايح لفين. المؤشرات بتتمثل في ايه؟ بتتمثل مثلا ان لحد دلوقتي طاقم الحكام اللي تم الاعلان عنه لاداره مباراه الاهلي والجونه ما سافرش. كان المفروض يسافروا النهارده الصبح، ما سافروش، ومأجلين ميعاد السفر لغايه بالليل، لغايه لما يصدر قرار نهائي. دي نقطه. النقطه الثانيه، النادي الاهلي بيواصل تدريباته عادي. التدريب النهارده ابتدى الساعه 4 عصرا كالعاده، يعني اللي هو الميعاد اللي بيبقى فيه تدريبات النادي الاهلي كل يوم. وبالتالي ايضا النادي الاهلي ما سافرش، ما فيش اي حجوزات للنادي الاهلي في الجونه. بالتالي النادي الاهلي متمسك بموقفه اللي هو تم الاعلان عنه من يوم الخميس الماضي، وهو عدم خوض اي مباراه في بطوله الدوري قبل مباراه الزمالك. زي ما بقول لحضراتكم، هي دي كده الامور وهي دي الكواليس والاتجاهات. اعتقد ان هي بقت واضحه لحضراتكم. القرار النهائي اعتقد ان انتم قادرين تستشفوه. مش هنقول ممكن يكون القرار ايه، لان احنا بنحترم جدا جدا الاتفاقات ما بين مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ووزير الشباب والرياضه، وبالتالي هننتظر اعلانهم او اعلان الوزاره واتحاد الكره بالتحديد عن هذه القرارات ونتائج الاجتماع اللي حصل امبارح في منزل الكابتن محمود الخطيب. زياره الوزير طبعا حاجه مهمه جدا
وزير من الحكومه المصريه، وزير الشباب والرياضه، بيزور الكابتن محمود الخطيب، وده دليل قاطع ومعروف عن قيمه النادي الاهلي وقيمه الكابتن محمود الخطيب، وحاجه طبعا مميزه جدا من قبل وزير الشباب والرياضه، وطمن على حالته واتكلموا في كل هذه التفاصيل اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها. لكن احنا عايزين نتكلم بقى في جزئيه معينه عشان بس الناس تبقى عارفه الازمه دي المفروض نخرج منها بايه. اول حاجه، مفيش حد كسبان من الازمه دي من الاخر بما فيهم النادي الاهلي، ايا كانت ايه القرارات، يعني القرارات اللي هتطلع. احنا مش عايزين نقول ايه الاهلي انتصر، لا مش عارف نادي مين اللي انتصر، او اتحاد الكره هو اللي انتصر. مفيش حد انتصر خالص، واحنا هو من خلال قناه النادي الاهلي بنقول لحضراتكم بما فيهم النادي الاهلي محدش انتصر، الكل خاسر من خلال هذه الازمه. ازاي؟ بدليل ان انت عطلت بطوله الدوري، مفيش مباريات هتتلعب، او من الامور يعني لما توضح بشكل اكبر تاجلت مباراه الاهلي والزمالك، وبعد كده في اتجاه تاجيل لمباراه الاهلي والجونه. فبالتالي المتسبب في الازمه كان من الاول طبعا اتحاد الكوره، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده على مدار اليومين اللي فاتوا. لكن احنا خسرنا كلنا انتظام مسابقه، خسرنا كلنا اثاره هذه المسابقه واحترامها، وده اللي كنا بنرغب فيه في الحقيقه بما فيهم اتحاد الكوره من الاول خالص قبل انطلاق الموسم، واللي قال يا جماعه احنا هنحترم كل المواعيد وكل التفاصيل بقى اللي احنا اتكلمنا فيها دي. فبالتالي الكل خسران للاسف، لكن الاهم ايه؟ ان الكل يتعلم من هذه الازمه، الكل يحاول ان هو ما يكررش مثل هذه الامور، بالذات الناس اللي اتسببت في الازمه دي. نتمنى منهم ان هم يكونوا على قد كلامهم اللي قالوه قبل بدايه الموسم عشان ما يحصلش تكرار للي بيحصل دلوقتي. فبالتالي التنافس او الكسبان دايما ده بيبقى في ارض الملعب، المنافسه في الملعب، ممكن فريق يكسب وفريق يخسر، لكن خارج الملعب الكل بيفكر في ايه بما فيهم النادي الاهلي. ولازم نعيد ونزيد في الموضوع ده، النادي الاهلي بيفكر في مصلحه الكوره المصريه، والمفروض باذن الله يعني الفتره اللي جايه الكل يفكر في مصلحه الكوره المصريه، الكل يكون عنده الشخصيه القويه لاداره الرياضه المصريه بالتحديد كره القدم اللي كلنا بنتمتع بيها، كلنا بنبقى عايزين نتفرج على الكوره وماتشات الدوري المصري بشكل عام. فبالتالي محدش كسب من الموضوع ده. هتقولي ما هو لو اجلوا مباراه الاهلي والجونه كده الاهلي كسبان او الاهلي عامل اللي هو عايزه. لا، الموضوع مش في ان الاهلي عايز يعمل اللي هو عايزه، الموضوع في ان الاهلي بيحاول يحافظ على انتظام المسابقه، مش عند، مش تكبر اطلاقا خالص. طبعا النادي الاهلي عنده اكبر قاعده جماهيريه في مصر، في الوطن العربي، في افريقيا، مفيش نقاش. لكن الموضوع مش في اطار ان انا الاقوى وانا اللي انا عايزه هو اللي هيمشي، لا خالص. الاهلي كان عايز ايه؟ الاهلي كان عايز مسابقه منتظمه. بدليل ايه؟ بدليل ان السنه اللي فاتت لما حصلت المشكله لو حضراتكم فاكرينها قبل بطوله الامم الافريقيه ومشكله التاجيلات وكل هذه الامور، النادي الاهلي كان بينادي بنفس اللي بينادي بيه دلوقتي، اللي هو يا جماعه احنا عايزين مسابقه محترمه ومسابقه منظمه، مش عايزين اكتر من كده. المباريات زي ما انت جايب لي الجدول، اعلنت على الجدول، انا عايز العبها بالترتيب لان بيبقى عندي حسابات فنيه، حسابات تسويقيه، امور كتيره جدا جدا انا ببقى مهيئ نفسي فيها، فانت لازم تساعدني على كده بما انك المسؤول على اداره الكره في مصر. هو ده اللي بينادي بيه الاهلي. النادي الاهلي لا بيعند مع حد ولا بينتظر قرارات حد او اشخاص معينه عشان يقول عكسها خالص خالص. كل ما في الامر ان الاهلي بيحاول الحفاظ على مصلحه الكره المصريه وعلى سمعه الكره المصريه. وبرضه لازم ناكد، عمر النادي الاهلي ما هيبقى ضد اي قرار تاخده الدوله او اي قرار تاخده الجهات الامنيه خالص. ده موضوع مفروغ منه وبان في بيان النادي الاهلي، او كان واضح جدا في البيان ان يا جماعه احنا بنحترم قرارات الامن. ده ما فيهوش كلام، ما فيهوش نقاش، احنا بس طالبين من الناس في اتحاد الكوره ان احنا نمشي بانتظام في المسابقه وبمواعيد المباريات لو حتى هتتاجل، بس امشي بالترتيب اللي محطوط، وده الاهم بالنسبه لنا سواء بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه لكل الانديه. بالمناسبه يعني كل الانديه عايزه كده، بدليل ان بعض كان عنده اتجاهات مشابهه لاتجاهات النادي الاهلي، ممكن يكون اجبر على حاجه بشكل او باخر، او ممكن يكون تنازل من وجهه نظر خاصه تحترم في كل الاحوال،
لكن في نفس الوقت الكل في الكرة المصرية عايز ان المسابقة تمشي باحترام وبانتظام كويس، عشان ده هيبقى اكبر دليل على تكافؤ الفرص ما بين الأندية وعلى نجاح الدوري المصري، وده اللي بيسعى ليه الجميع، اولهم النادي الأهلي. ودي حقيقة، لما النادي الأهلي بياخد هذه القرارات بيبقى عايز المسابقة تنجح، مش بس عشان هو النادي الأهلي او عشان هو الكبير مثلا او هو الأقوى، ما فيش الكلام ده، النادي الأهلي نادي كبير وكل حاجة، لكن في نفس الوقت بيراعي مصلحة البلد وبيحاول مراعاة مصلحة الكرة المصرية وانتظام المسابقة ومبدأ تكافؤ الفرص اللي نادى بيه النادي الأهلي وبينادي بيه طول عمره، وبالتحديد في ظل الأزمات بداية من السنة اللي فاتت اتكلم في الجزئية دي، في أزمة وإن شاء الله هتنتهي خلال ساعات قليلة جدا بحلول ترضي الجميع بما فيهم النادي الأهلي بإذن الله تعالى، وهيبقى في إعلان عن قرارات مناسبة وقرارات مهمة في صالح ايه الكرة المصرية. عايزين نأكد على دي، لأن الأهم من القصة دي كلها، الأهم من الأزمة اللي حصلت دي كلها، إن احنا نفكر في مصلحة الكرة المصرية، وده اللي في الحقيقة الكل بيحاول يسعى ليه دلوقتي. ممكن البعض ما كانش بيسعى ليه من خلال كام يوم فاتوا، لكن دلوقتي الكل عايز يحل الأزمة، الكل عايز مصلحة الكرة. وبما إننا احنا كجمهور للكرة المصرية احنا نفسنا إن الكرة تمشي بانتظام في مصر، ونفسنا إن احنا نشوف ان اهم حاجه واهم شيء بيتم التفكير فيه هو مصلحه الكره في مصر والرياضه في مصر، لان ده هينتج بشكل ايجابي جدا على المنتخبات الوطنيه، خصوصا في ظل التحديات المقبله سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. فان شاء الله هيكون في مراعاه مهمه جدا جدا لمصلحه الكره المصريه خلال الفتره الجايه. حد يقول لي طب ما تقول لنا الاتجاه هيكون ايه؟ الاتجاه في بعض الحلول المطروحه، ابرز وأقرب هذه الحلول هو إن النهاردة هيكون آخر يوم لبطولة الدوري، وبعد كده هيتم استئناف البطولة بعد بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما اللي هتكون في مصر من يوم 8 ليوم 22. دي أقرب الحلول أو أقرب الاتجاهات. إحنا ما بنأكدش على حاجة، إحنا بنقول طبقا للكواليس اللي حصلت. القرار إحنا مستنيين لما يحصل اجتماع نهائي، حصل اجتماع أولي ما بين الوزير واثنين من أعضاء اللجنة الخماسية، هيحصل اجتماع نهائي هينتج عنه قرارات نهائية النهاردة بالليل ما بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، إن شاء الله يخرجوا بالحلول المناسبة لصالح الكرة المصرية. وأيضا احنا عايزين نتكلم في حاجة، احنا على مدار اليومين ثلاثة اللي فاتوا كنا بننتقد بشكل قوي، لو حضراتكم تلاحظوا دي مش عادتنا، بس في بعض الاحوال وبعض الاحيان كده لازم تتكلم بقى بصراحه، لازم تقول مين المتسبب، مين المخطئ، المعالجه تبقى ازاي. فاحنا حاولنا ان احنا نوضح للجمهور، لان ده دورنا دايما نوضح للناس اللي بيحصل والكواليس ايه، وفي نفس الوقت عمرنا ما غلطنا في شخص من الأشخاص، لأن كل الأشخاص ليهم كل الاحترام والتقدير الكامل المتكامل في كل الأحوال. لما بيكون انتقاد قوي بيبقى للمصلحة العامة مش مصلحة نادي بس، حتى لو احنا من خلال قرارات النادي الأهلي، احنا دايما بنتكلم في المصلحة العامة للرياضة المصرية، للكرة المصرية بالتحديد، لأن احنا بنحب الكرة قوي، اللعبة الشعبية الأولى في مصر يعني. فدايما بتبقى دي اتجاهاتنا، دايما بيبقى ده تفكيرنا، المصلحة العامة هي اللي لازم تغلب في الآخر. لكن التطرق لأشخاص بطريقة سيئة أو كلام من ده، إحنا مش دي أخلاقنا خالص ولا دي تربيتنا اللي تربيناها في بيوتنا واللي تربيناها في النادي الأهلي. كل الاحترام لكل الأشخاص، ده شيء طبيعي، لكن لو تكرر هذا الأمر ولو تكررت هذه الأزمات هننتقد بنفس القوة وهننتقد بنفس الحسم لكل الأشخاص اللي ممكن يتسببوا في أزمة أخرى للكرة المصرية، لأن إحنا مش عايزين كده، إحنا عايزين الأمور تمشي كويسة، عايزين نتكلم في الكورة مش عايزين أزمات. فإن شاء الله الحل يخرج النهاردة بالليل ويبقى حل مرضي لجميع الأطراف، وده الشيء اللي إحنا بنتمناه. طيب عايز أتكلم عن الفريق واستعداداته للفترة اللي جاية، واحنا دايما بيبقى هدف من ضمن أهدافنا الأساسية على مدار حلقات كلام في الميديا إن احنا نطمن على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأمور ماشية بالنسبة لهم إزاي، لأن ده شيء بيهمنا كلنا كجماهير أو بيهم جمهور النادي الأهلي اللي بيتابعنا دايما من خلال شاشة قناة النادي. فبالتالي النهاردة الفريق بيتمرن
على مدار بداية من يوم السبت كانت تدريبات مهمة، تدريبات بدنية وفنية، والأمور ماشية بشكل كويس جدا، ما فيش سفر خلاص، الفريق ما اتحركش. طبعا الفريق ما اتحركش، يبقى ما فيش ماتش بكرة، في انتظار برضو القرار النهائي، لأن احنا منبر إعلامي رسمي للنادي الأهلي، فمش احنا اللي نملك ان نتكلم على قرارات رسمية قد تصدر اليوم ليلا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. التدريبات متواصلة، وعايزين نطمن طبعا على كل الأمور اللي بتحصل في مران النادي الأهلي. علشان كده عايز أروح لزميلي العزيز كريم أحمد مراسل قناة النادي. يا كريم أهلا بيك. كريم كل التحية ليك يا زميلي أمير، برحب بيك في البداية وبرحب بكل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا كريم، تحياتنا ليك، وعايزين نطمن من خلالك ونطمن كل جمهور النادي الاهلي على تدريبات الفريق من جميع الجوانب البدنيه والفنيه، وايضا فيما يتعلق بمصابي النادي الاهلي. الحقيقه يا امير طبعا يمكن زي ما بناكد ونقول لعيبه النادي الاهلي في قمه تركيزها، التدريبات متواصله بشكل مميز جدا، جديه واصرار لعيبه النادي الاهلي هي دي سمه وشعار هذه المرحلة، الفصل التام اللي بنأكد عليه كل مرة رغم كل الظروف المحيطة في فريق النادي الأهلي، لكن بيقوم بدور كبير جدا للجهاز الفني بجلسات فردية، جلسات جماعية مع اللاعبين، اللعيبة كمان ويمكن اللعيبة الكبار بالتحديد بتحاول إن هي تتحدث مع اللاعبين بشكل عام على إن إحنا لابد يكون تركيزنا فقط في أي قرار يتخذ بمجلس الإدارة، اللي أكيد مجلس الإدارة بيحاول إن هو يحافظ على حقوق النادي الأهلي وأيضا كمان لمصلحة الكرة المصرية، يمكن أنت بتتكلم أكيد في هذا الأمر والجميع منتظر القرار إن شاء الله اللي بنتمنى يكون في صالح الكرة المصرية في الصالح العام. النادي الأهلي زي ما بنقول حديثه ووجود يمكن معالي الوزير أيضا أمس في منزل كابتن محمود الخطيب مع بجانب مجلس الإدارة، ده بيعود لقيمة النادي الأهلي، النادي الأهلي مؤسسة وطنية كبيرة، النادي الأهلي أحد مؤسسات الدولة، النادي الأهلي كبير جدا برموزه وبقيمته وبارقامه بكل حاجه، يعني لو اتكلمنا عن النادي الاهلي طبعا ممكن تبقى شريط مجروحه بشكل كبير امير، لكن النادي الاهلي ومجلس الاداره بيحاول ان هو يحافظ على حقوق النادي الاهلي، وايضا كمان تتضح الصوره ويكون الجدول العام والدوري المصري جدول مميز الناس تتكلم عنه كالعاده فقط لغير، لكن النادي الاهلي لا يسعى لصنع مجد شخصي لاي شخص ولا حتى كابتن محمود الخطيب. لو نقول كمان معاك اللي هي التدريبات امير زي ما قلنا يمكن مستر فايلر النهارده بيحاول يكسر حاجز التدريبات المتواصل، المفروض ان كان يكون في ماتش ودي، طبعا احنا في انتظار القرار النادي الاهلي كان بيسعى يكون في ماتش ودي ليه لعيبه بعيده شويه عن الماتشات نظرا لمباراه الزمالك ثم مباراه الجونه اللي لن تلعب، وباكد لك لن تلعب طبعا لان بكره تدريب النادي الاهلي في الساعه 4 عصرا على ملعب مختار السيتش، لكن بشكل عام كل الامور بالنسبه للاعبين بدنيا وفنيا جاهزين لاي مباراه لاي مواجهه لاي توقيت، لسه هيكون كمان خلال المرحله اللي جايه احنا لسه منتظرين القرار، لكن واضح المرحله اللي جايه يكون فيها مباريات وديه لفريق النادي الاهلي للاطمئنان كالعاده على حاله اللاعبين بالكامل لتطبيق الفكر والتكتيك اللي مستر ريني فايلر طبعا بيحاول ان هو طول كل تدريب بيكون فيه جرعه بيكون فيه فقره بيكون فيه امور جديده بالنسبه للتكتيك والتدريبات الخاصه بحراسه المرمى ايضا. المصابين طبعا امير كالعاده يعني يمكن حسام عاشور هو الوحيد النهارده اللي يمكن بينضم امس واول امس للمصابين، كابنه كانت قويه في الركبه اثرت شويه على حسام عاشور امس ما شاركش في التدريب، وايضا كمان النهارده جزء بسيط جدا في الجيم كان بيشاهد التدريب من الخارج، وانتظام كريم ندفد ومروان محسن ومحمود مصلي في التاهيل كالعاده كل يوم بيكون في فقرات تدريبيه مختلفه بالنسبه للبرنامج التاهيلي الموضوع لهم، لكن بجانب كل الامور دي يعني الامور مطابقين ان شاء الله امير في انتظار القرار بس باذن الله، يمكن الوقت خلاص يعني احنا يمكن منتظرين القرار يكون دورا، لكن بنتمنى خلال الساعات اللي قدام يكون قرار يرضي جميع الاطراف ويرضي النادي الاهلي في الاول وايضا الكره المصريه بشكل عام. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، واللي لنا كل الاخبار اللي بتتعلق بالفريق، وبالتحديد البعض كان مهتم قوي بالمداخله دي النهارده عشان نعرف الاتجاهات ماشيه ازاي او الاهلي بيفكر ازاي. تفكير النادي الاهلي معروف، مش هيخوض المباراه خلاص، وده اللي تمسك بيه في اجتماع الوزير بالامس في منزل الكابتن محمود الخطيب. بالتالي زي ما اكد لنا كريم كده الفريق هيستأنف بكره تدريباته بشكل طبيعي جدا في تمام الساعه 4 عصرا اذا ما فيش سفر للجونه، والموضوع محسوم في انتظار القرار النهائي من قبل المسؤولين عن الرياضه المصريه سواء اللي بيتمثلوا في وزير الشباب والرياضه او في اللجنه الخماسيه للاتحاد المصري لكره القدم. النهارده بس الجونه قال لك ايه؟ قال لك احنا مستعدين للمباراه وما جالناش اي خطاب امني او اي امور اخرى بتفيد بتاجيل مباراه الجونه والاهلي، وده امر طبيعي يعني تعليق طبيعي جدا لانه ممكن ما يكونش وصل لهم اي حاجه جديده، يعني اللي هيوصل هيوصل النهارده متاخر يعني النهارده بالليل.
دي حاجة. تاني حاجة فيما يتعلق ببعض الكلام اللي طلع ان في بعض الناس هيستقيلوا من اللجنة الخماسية في حالة تأجيل مباراة الجونة، الكلام ده غير صحيح إطلاقا، والجميع ملتزم والجميع بيرغب في إصلاح ما تم إفساده من قبل اللجنة الخماسية، وأنا بأكد على الجزئية دي، وكيفية التعامل خلال الفترة الجاية مع إدارة شؤون الكرة المصرية. إذن الرسالة النهائية لجماهير الكرة المصرية يا جماعة، التنافس دايما يبقى في الملعب، مش عايزين تعصب، ده شيء مهم قوي، وإحنا دايما بننادي بالجزئية دي. التعصب ده بيعطل الرياضة في مصر، بيعطل الكورة في مصر، بيعطل الدوري، بيعطل المنتخبات، وده اللي إحنا كلنا ما نرغبش فيه. شجع فريقك في الملعب بكل قوه وبكل حماس، سواء انت اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اتحادي اي حاجه، شجع فريقك بكل قوه وحماس، ما حدش يقدر يقول لك كتلت تاتا كام، ما فيش اي مشكله، دون التطرق لاي امور بشانها قد تعطل مسيره الكره المصريه. خارج الملعب احترم، سواء داخل الملعب او خارج الملعب احترم منافسك، قدر منافسك، ما فيهاش اي مشكله، لكن في نفس الوقت حقك ان انت تشجع وتكون متعصب لفريقك، ما فيهاش اي حاجه، لكن في اطار عدم التطرق لبعض الألفاظ أو الشتائم أو الأمور اللي ممكن بشأنها تعطل الرياضة في مصر. فدي رسالة مهمة جدا لكل جماهير الكرة المصرية، والكل له كل الاحترام والتقدير، وإن شاء الله الفترة الجاية تكون أفضل وأفضل بالنسبة للرياضة المصرية. عايز اروح اشوف اخبار الاهلي والصحف، بس قبل ما اشوف اخبار الاهلي والصحف عايز اقول لحضراتكم النهارده في مباريات في المسابقات المنظمه، بقى عارفينها المسابقات المنظمه دي، سواء المباريات بتاعه الدوريات الاوروبيه، خلاص كان اخر مباراه امبارح بالمناسبه في الدوري الانجليزي مثلا ارسنال وشيفيلد يونايتد، شيفيلد فاز على ارسنال بهدف لا شيء في ملعب شيفيلد، لكن الامور منتظمه دايما ومفيش هزار بره، احنا عندنا هنا شويه هزار شويه بصراحه، لكن بره مفيش هزار. ايضا في مباريات في الشامبيونز ليج النهارده، يعني مباريات مهمه في دوري ابطال اوروبا، المباريات دي ابرزها اتلتيكو مدريد مع بايرن ليفركوزن، شاختر دونيتسك مع دينامو زغرب، طبعا شاختر الاوكراني ودينامو زغرب الكرواتي، كلوب بروج من بلجيكا هيقابل باريس سان جيرمان في مجموعه ريال مدريد، ويوفنتوس هيقابل لوكوموتيف موسكو، مانشستر سيتي انجلترا هيقابل طبعا اتلانتا الايطالي، توتنهام هيقابل سيرفينيا زفيرادا من صربيا النجم الاحمر، واولمبياكوس هيقابل بايرن ميونخ، وجلاتا سراي مع ريال مدريد، فمباراه هتكون قويه ومهمه لريال مدريد لانه خسر المباراه الاولى من باريس سان جيرمان، وايضا المباراه الثانيه خسرها من كلوب بروج، فبالتالي لازم يرجعوا في البطوله. يعني دي ابرز مباريات اليوم. اروح بقى اتكلم على اخبار النادي الاهلي والعناوين اللي كتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، نشوفها يلا. جريده الاهرام، تفاصيل اجتماع الست ساعات بين مجلس الاهلي ووزير الرياضه في الشيخ زايد، الوزير يحسم الموقف مع اتحاد الكره اليوم وارتياح في الاحمر. اثنين، الأخبار بعد جلسة الست ساعات، حسم نتائج اجتماع الخطيب والوزير اليوم بحضور الجبلية. الجمهورية، بموافقة فايلر ضوء أخضر في الأهلي لتجديد عقود 4 نجوم. الأخبار المسائية، المفاوضات لا تزال مستمرة، الأهلي يتمسك بموقفه وتدخلات قوية لاحتواء الأزمة. الأهرام المسائي، الأهلي ينتظر القرار الأخير، زيارة الوزير تزيب جليد موقعة الجونة وتأجيل لقاء البحر الأحمر والدوري مطروح والحسم اليوم. فيتو، الأهلي يحسم الملفات الساخنة في ميركاتو الشتاء. اليوم السابع، الأهلي يرصد 4 ملايين دولار لشراء رمضان صبحي نهائيا، الظروف الصحية للخطيب تؤجل حسم رئاسة لجنة التخطيط، وفايلر يطلب تقريرا عن حالة الثلاثي متولي وندفد ومروان محسن. المساء، أزمة مباراة الأهلي والجونة مستمرة، مجلس الخطيب أكد إعلاء المصلحة العامة، ووزير الرياضة واتحاد الكرة يحسمان الموقف اليوم. الدستور، أسرار الساعات الأخيرة في أزمة الكرة المصرية. الشروق، الأهلي يوافق على أي حل لأزمة القمة باستثناء خوض مواجهة الجونة.
الوفد الأهلي يتمسك بترتيب مباريات القلعة الحمراء بالدوري، الأهلي يهدد باللجوء للفيفا في أزمة مباراة الجونة ويترقب تدخل وزير الرياضة. المصري اليوم، الأهلي يؤجل التفاوض مع دونجا، فايلر يطلب خوض وديتين، حقن متولي بالبلازما واختبار طبي العشور. طيب هنعلق على بعض هذه الاخبار، نبتدي بجريده الاهرام اللي قالت ان او بتتكلم على تفاصيل الساعات السته اللي كانوا بيتخللوا اجتماع وزير الشباب والرياضه مع الكابتن محمود الخطيب، زي ما حضراتكم شايفين الصوره كده في الجورنال. فبالتالي هم بيقولوا بعض الكواليس، منها بعض الامور اللي حضراتكم اكيد سمعتوها وتابعتوها خلال الفتره اللي جايه. بيقولوا يعني ان الوزير طرح على الاهلي ان يلعب ماتش الجونه مع تحديد مباراه على طول ما بين الاهلي والزمالك بعد مباراه الجونه، وبالتالي طبقا للمكتوب في الخبر وطبقا لتاكيدات احنا بناكدها لحضراتكم، النادي الاهلي رفض هذه الفكره، والنادي الاهلي متمسك بموقفه، متمسك جدا ان تكون اول مواجهه ليه طبقا للترتيب بتاعه في مباراه الدوري هتكون مع نادي الزمالك باذن الله. الوزير بقى بدوره هيحسم الملف ده مع اتحاد الكره النهارده، وان في ارتياح، هم بيقولوا كده في ارتياح عند مجلس اداره النادي الاهلي بعد هذا الاجتماع وبعد الوصول لبعض الحلول اللي ممكن تنهي هذه الازمه، واحنا اتكلمنا في كل الكواليس دي خلاص. جريده الاخبار برضو بتتكلم في نفس الموقف، بتقول لك ايه؟ بعد جلسه الست ساعات حسم نتائج اجتماع الخطيب والوزير اليوم بحضور الجبلية، يعني نفس الموضوع، لان بصراحه القصة بتشغل الرأي العام المصري مش بس الرياضي على فكرة، الناس كلها مهتمة بالموضوع ده، الناس كلها عايزة تعرف مصير الكرة المصرية ايه، لان طبعا في معوقات كتير وفي امور كتير حدثت على مدار الاسبوع الماضي، وده بسبب ايه؟ بسبب تأجيل مباراة الاهلي والزمالك. وعلى فكرة مش ده السبب بس، السبب ايضا بيتمثل في انك كاتحاد كرة حطيت مباراة من الاسبوع الخامس والاسبوع الرابع، يعني عارف انت لو اجلت حتى الاسبوع الرابع كله كان الموضوع يبقى مقبول نسبيا، لكن القصة كلها عند النادي الأهلي في الترتيب، في الانتظام الخاص بالمسابقة، وده الأهم، وده اللي بينجح على فكرة أي فريق، إن أنت بتبقى مرتب أمورك وعارف ماشي إزاي على مدار الفترة اللي جاية، زي الدنيا كلها على فكرة، إحنا بس اللي عندنا الأزمات دي. طيب الجمهورية بتقول إيه؟ بتتكلم في إن موافقة فايلر وضوء اخضر في الاهلي لتجديد عقود اربعه نجوم، احنا عارفين حسام عاشور، احمد فتحي، شيف اكرامي، وليد سليمان عقدهم او عقودهم تخلص مع نهايه الموسم. فالفتره الجايه مؤكد هيتم فتح هذا الملف وحسم التجديد لنجوم كبيره ولاعبين مهمين قوي في صفوف النادي الاهلي، الرباعي شيف اكرامي، احمد فتحي، حسام عاشور، ووليد سليمان، والموضوع هيخلص على طول. انا في اعتقادي كده، لان دول من كباتن النادي الاهلي ومن محبي النادي واللي عاشوا كتير جدا جوه القلعه الحمراء، فبالتالي الملف مش هياخد وقت خالص، يعني هم حريصين اشد الحرص على الاستمرار مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي حريص جدا على استكمال مسيرتهم داخل القلعه الحمراء، والموضوع مش هياخد وقت باذن الله. نروح للاخبار المسائي، واللي بيقول المفاوضات لا تزال مستمرة، الأهلي يتمسك بموقفه وتدخلات قوية لاحتواء الأزمة. هي مفاوضات مستمرة لغاية دلوقتي، يعني لغاية دلوقتي طالما مفيش إعلان رسمي يبقى لسه فيه مفاوضات، لكن موقف النادي الأهلي اتحسم بشكل أكبر كمان امبارح في اجتماع الوزير، يعني الأهلي متمسك ببيانه واتكلم فيه كتير خلاص، واتكلمنا فيه مع حضراتكم كتير، وأكد على هذا التمسك من خلال الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة بالأمس. الكرة في ملعب مين دلوقتي؟ الكرة في ملعب الوزير واتحاد الكرة أو اللجنة الخماسية اللي بتدير الكرة في مصر، في انتظار الإعلان عن القرارات النهائية بخصوص حل لهذه الأزمة. طيب نروح لفين؟ نروح لخبر آخر من فيتو، هو فيما يتعلق بالصفقات، واللي مبكر قوي الحديث عنها، يعني المرة دي بصراحة الموضوع بدري شوية، الأهلي يحسم الملفات الساخنة في ميركاتو الشتاء. لكن بالمناسبة خلينا نقول لحضراتكم على حاجة، إحنا في فترة ما فيهاش ماتشات، فممكن جدا جدا المسؤولين في النادي الاهلي يفكروا بقى، لان في جزئيه مهمه برضو لازم نقول لحضراتكم عليها. النادي الاهلي لما هيجي يفكر في صفقات بيفكر في استكمال البناء. بمعنى ايه؟ بمعنى النادي الاهلي ابتدى بناء فريقه بشكل قوي وبعناصر مميزه جدا تساعد على الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. انا بحدد البطوله، بحدد البطوله، هو ده الهدف الاساسي عندنا كلنا. فالاهلي ابتدى الخطه دي من شهر يناير اللي فات،
بضم بعض اللاعبين مثلا، تمن كان تمن لاعبين على ما اتذكر يعني، وكلهم كواليتي ايه يعني، واستكملها في شهر او في الشهرين بتوع الصيف اللي يحقق لك ليهم انتقالات صيفيه، يحقق لك التعاقد مع بعض اللاعبين، وهيستكملها ايضا في شهر واحد القادم عشان يكمل او يكمل بناء فريق الكره، واللي ان شاء الله باذن الله يكون بشكل كبير قوي من اقوى الفرق في افريقيا علشان تقدر تحقق البطوله، لان انت تفتقد بطوله دوري ابطال افريقيا على مدار مواسم كتير يعني من 2013، ده صعب شويه على الاهلاويه في الحقيقه. فالاهلي بيكمل خطته، هيبقى في تفكير خلال المرحله الحاليه في دراسه امكانيه ضم بعض العناصر في المراكز اللي ممكن يكون محتاجها مين، مستر ريني فايلر، بالتنسيق الكامل مع لجنه تخطيط الكره والكابتن محمود الخطيب المشرف على كره القدم في النادي الاهلي والمشرف على الفريق الاول. فامور تنسيقيه طبيعيه جدا، لكن كله في الاخر قرار طبقا للرؤيه الفنيه لمستر ريني فايلر اللي ممكن يحدد المراكز اللي يكون محتاجها خلال الفتره اللي جايه. اليوم السابع بتتكلم في ايه؟ وبتتطرق لموضوع رمضان صبحي والاهلي يرصد 4 ملايين دولار رمضان صبحي نهائيا. طبعا رمضان صبحي لعيب كبير قوي ومهم قوي باذن الله استكمال مشواره مع النادي الاهلي بعد انتهاء الاعاره، لكن المؤكد ان رمضان مكمل لاخر الموسم، الموضوع ما فيهوش نقاش ما فيهوش جدال، لان البعض قال لك ان استون فيلا عايزينه فممكن يمشي شهر واحد، لا طبعا ما فيش الكلام ده، عقده سنه اعاره سنه، فهو مكمل السنه دي مع النادي الاهلي لسه 8 شهور في عقده، لكن هيبقى في محاولات من النادي الاهلي، احنا اكدنا قبل كده طبعا هيبقى في محاولات من النادي الاهلي للتعاقد مع رمضان صبحي لانه قيمه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. الظروف الصحيه للخطيب تؤجل حسم رئاسه لجنه التخطيط. خلينا نقول لحضراتكم ان الاقرب لرئاسه هذه اللجنه او الاسم المرشح بشكل كبير، لان في بعض الاسماء مرشحه مش عارفين لسه النادي الاهلي هيقرر ايه، لكن الاقرب كابتن محسن صالح طبعا نجم كبير جدا هو الاقرب حتى هذه اللحظات. فايلر يطلب تقريرا عن حاله الثلاثي متولي ونيدفيد ومروان محسن، وده طبعا لمعرفه مدى امكانيه انضمامهم للتدريبات الجماعيه بشكل طبيعي بعد التخلص من الاصابات المختلفه لدى كل لاعب. نروح للشروق. الاهلي وافق على اي حل لازمه القمه باستثناء خوض مواجهه المقاولون. الخبر ده غير صحيح يا جماعه، بناكد الخبر ده غير صحيح طبعا مع احترامنا لزملائنا في الشروق. الموضوع مش في اي حل بالنسبه للنادي الاهلي في ميعاد ان انا العب الجونه، لا هو مش تنشيف دماغ، الاهلي ما بيفكرش كده، الاهلي ما بيقولش ان انا اهم حاجه ان انا مش هلعب الجونه، لا مش دي خالص، مش ده التفكير خالص بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي عايز يلعب اول مباراه مع الزمالك، لو ما كانش الزمالك هو اللي في الاسبوع الرابع مع النادي الاهلي كان الاهلي هيطالب باول مباراه ليه بدايه من الاسبوع الرابع عشان الموضوع يبقى يعني معروف والتفكير والاتجاه يبقى معروف عند الجماهير. الموضوع مش قصه اهلي هيلاعب زمالك ولا ليه علاقه بان الزمالك مثلا فنيا ممكن يكون مش قوي دلوقتي رغم ان الزمالك ده فريق كبير جدا طبعا، ومباراه القمه ما لهاش اي مقاييس خالص. فبالتالي الموضوع بيتعلق بايه؟ ان انا عايز امشي بالترتيب، واحنا بنعيد لحضراتكم وبنزيد في الموضوع ده عشان ناكد الاتجاهات والتفكير وعقليه المسؤولين في النادي الاهلي بتفكر ازاي، مش موضوع عندي خالص. فان الاقتراحات او كل الموافقات على اي شيء خاص بالنادي الاهلي او خاص بتاجيل الجونه وبعد كده الاهلي وافق انه يلعب اي حاجه ثانيه، لا مش كده، مش ده اللي حصل. نروح لاخر خبر معانا من مصر اليوم. الاهلي يؤجل التفاوض مع دونجا. هم كاتبين في الخبر ان طبعا بسبب ان حسام عاشور ممكن يكون في توكيل، وده مش حقيقي طبعا. النادي الاهلي بيدور على بديل لحسام عاشور، فالبديل هيتمثل في دونجا. طبعا لعيب دونجا ده لعيب كبير قوي في بيراميدز يعني، ولعيب دولي ومميز، لكن على فكره احنا عندنا في خط النص عدد كبير من اللاعبين المميزين، فموضوع التفكير في دونجا مفيش الكلام ده خالص لحد دلوقتي خالص. فايلر يطلب خوض والديتين، وده الاقرب طبعا خلال الفتره اللي جايه خلاص، وحقن متولي بالبلازما ده بسبب الاصابه اللي عنده، واختبار طبي لعاشور، وعاشور يعني ان شاء الله خلال الايام يكون في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل كل الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي في المواقع، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، نروح نشوف اخبار الاهلي في المواقع ايه، يلا بينا. يلا كوره. الطائرة أقلعت، الأهلي لن يسافر إلى الجونة، يبلغ اللاعبين بموعد مران اليوم. بوابة الأهرام، فايلر يجتمع مع معاونيه بالأهلي لوضع برنامج الفريق. موقع الكابتن، رغم أنباء تأجيل المباراة، الجونة يعسكر للأهلي الليلة.
الجمهورية أونلاين 50 مليون جنيه تنهي أزمة رمضان صبحي مع هدرسفيلد. وان ثري الأهلي يحدد موقفه من التجديد لرباع الفريق. سوبر كورة الأهلي يجدد حقن محمود متولي لتحسن حالته الصحية. اليوم السابع زي النهاردة الأهلي يسحق النجم الساحلي بسداسية في دوري أبطال أفريقيا. مبتدا الأهلي يفاوض نجم بيراميدز. طيب نتناول الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي في مواقع النهاردة. نبتدي بموقع يلا كورة. موقع يلا كورة بيقول إن خلاص الطيارة مشيت، الأهلي ما سافرش إذا ما فيش مباراة، وإن الأهلي لن يسافر إلى الجونة، ويبلغ اللاعبين موعد مران اليوم وغدا كمان ميعاد المران بالنسبة للنادي الأهلي بكرة الساعة 4. البعض مستغرب شوية من لغاية دلوقتي اتحاد الكورة أو وزارة الشباب والرياضة ما حدش طلع أي بيان أو أي قرارات. واضح إن في يعني تفكير كتير، ممكن يكون في اتجاهات وعكسها، مناوشات، مش عايز اقول مناوشات، يعني اراء مختلفه ما بين الاتحاد المصري لكره القدم ووزاره الشباب والرياضه. في انتظار في الاخر الاستاذ عمرو الجنايني، هنشوف الاحداث لو حصل اي جديد واحنا على الهواء طبعا هنقول لحضراتكم، لكن في الغالب الجديد هيحصل النهارده بالليل شويه مش دلوقتي. يعني بقى عموما احنا مستنيين. بوابه الاهرام فايلر يجتمع مع معاونيه بالاهلي لوضع برنامج الفريق. يعني انت عشان تحدد بكره بقى تدريباتك خلاص معروفه، لكن انت هتحط برنامج للفتره اللي جايه كلها، خصوصا ان هيبقى في توقف كده كده، لان طبعا في مشاركه لمنتخبنا الوطني الاولمبي في بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه اللي هتبقى في مصر من يوم 8 ليوم 22. وطبعا في تحدي مهم جدا كابتن حسام بدري مع المنتخب الاول بيتمثل في تصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون، مباراه كينيا ومباراه جزر القمر. فبالتالي هتحط برنامج بقى انت كجهاز فني للنادي الاهلي عشان تشوف الفتره الجايه تدريباتك هتبقى شكلها ازاي، في اجازات، في مباراه وديه، برنامج الخاص بالفتره اللي جايه كلها بالنسبه للفريق. نروح لموقع الكابتن واللي بيقول لك رغم انباء تاجيل المباراه الجونه بيعسكر للاهلي الليله، وده طبيعي لان الناس ما جالهمش حاجه رسميه، ورسمي كلنا منتظرينه. في اجتهادات كتير وفي تنبؤات كتير، لكن دايما احنا في انتظار الصيغه الرسميه او القرارات الرسميه من قبل المسؤولين عن الرياضه في مصر بعد التنسيق ما بين وزاره الشباب والرياضه واللجنه الخماسيه لاداره الاتحاد المصري لكره القدم. نروح لخبر اخر من الجمهوريه اونلاين، موقع الجمهوريه اونلاين، واللي بيتكلم برضه على رمضان صبحي. هو عشان رمضان بس تالق الفتره اللي فاتت بشكل ملفت في الحقيقه، احد نجوم الدوري المصري بكل تاكيد، 3 اهداف في 3 مباريات، مؤثر جدا ما شاء الله عليه. يعني هو السنه دي بصراحه افضل من السنه اللي فاتت كمان. فالكل بيتكلم الاهلي هيخلص موضوع هدرسفيلد ازاي ومفاوضات مع هدرسفيلد وانه يضم رمضان بشكل نهائي ازاي. الكلام سابق لاوانه ولازم ناكد على الجزئيه دي، لكن هم بيقولوا ايه؟ ان 50 مليون جنيه يعني حوالي 4 مليون دولار ممكن يخلصوا رمضان صبحي، ممكن الاهلي لو دفعهم هدرسفيلد يوافق على انضمام اللاعب للنادي الاهلي بشكل نهائي. هنشوف، يعني مفاوضات لسه فيها كلام كتير، ده لما تبتدي اصلا ما بين النادي الاهلي وهدرسفيلد. هنشوف الامور في النهايه هتبقى بتستقر بينا على فين بالتحديد فيما يتعلق برمضان صبحي، نجم كبير جدا من نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي. نروح لموقع وان ثري واللي بيقول ايه؟ بيقول الاهلي بيحدد موقفه من تعاقد مع او من التجديد لرباعي الفريق اللي احنا اتكلمنا عنهم من شويه، حسام عاشور واكرامي واحمد فتحي ووليد سليمان، والموقف معروف يعني. وبعد كمان يعني مستر فايلر لما يدي قراراته النهائيه، لكن الموضوع يعني اكيد قريب جدا ان شاء الله باذن الله من انهاء ملف التجديد للرباعي ده، لان الرباعي مهم واحنا اتكلمنا فيه من شويه. الفتره اللي جايه هيتم فتح هذا الملف يعني مؤكد. سوبر كوره واللي بتتكلم على محمود متولي، والناس كلها بتتابع اخبار محمود متولي لانه لعيب مهم جدا في صفوف النادي الاهلي وصفقه جديده مميزه للفريق، وهو كان عنده قطع او عنده مزق في العضله الخلفيه، فهو حالته بتتحسن بشكل كبير جدا، وفي حقن البلازما دي بتحسن بشكل اكبر من الحاله. اليوم السابع زي النهارده الاهلي فاز فوز ساحق على النجم الساحلي ب6 اهداف مقابل هدفين في مباراه لن تنسى بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وبالنسبه لجمهور نادي النجم الساحلي. طبعا النجم الساحلي فريق كبير جدا، فطبيعي لما يخسر 6 هتبقى حاجه بالنسبه لهم صعبه يعني. فبالتالي مباراه كانت زي النهارده 22 اكتوبر 2017 من سنتين، وكانت مباراه جميله جدا. الاهلي كان خسر هناك في سوسه 2-1، كان في دور قبل النهائي على ما اتذكر،
دور قبل النهائي، الاهلي خسر هناك 2-1، وكان جاب هدف الاهلي هناك صالح جمعه، وبعد كده كسب هنا 6-2. اهداف الاهلي ابتدت ازاي؟ بهدف لعلي معلول من كره ثابته في الدقيقه الثانيه، وبعد كده ازارو يوميها يعني عمل مباراه تاريخيه، جاب هاتريك 3 اهداف ورا بعض في الدقيقه 23 وفي الدقيقه 39 وفي الدقيقه 48، وبعد كده قلص الفارق من فريق النجم الساحلي رامي البدوي في الدقيقه 51، وبعد كده الاهلي جاب هدفين ورا بعض عشان يوصل ل6 اهداف من خلال هدف بالخطا في مرمى النجم الساحلي من او عن طريق حمدي النقاز لاعب النجم الساحلي في هذا التوقيت ولاعب نادي الزمالك الحالي، كان في الدقيقه 58، وبعد كده رامي ربيعه جاب هدف جميل جدا بتصويب من بره منطقه الجزاء في الدقيقه 63، وبعد كده ايهاب المساكني جاب هدف الثاني للنجم الساحلي في الدقيقه 90 مع نهايه المباراه. ويوم كان جميل وتاريخي بالنسبه للنادي الاهلي، وفوز ساحق ومستحق للفريق، وتاهل من خلاله لنهائي دوري ابطال افريقيا. نروح لموقع مبتدا، والاهلي يفاوض نجم بيراميدز، المره دي بيتكلموا على ايريك تراوري، طبعا لعيب مميز قوي بصراحه، انا من اشد المعجبين بايريك تراوري بصراحه. لعيب ما تعرفش مركزه ايه، ما تعرفش هو بيلعب في نص الملعب، بيلعب صانع العاب، بيلعب مهاجم، بيلعب وينج يمين وينج شمال، بتلاقيه في كل حته ما شاء الله عليه، يعني ما شاء الله. فهو لعيب مميز، لكن برضه ما فيش اي كلام رسمي خالص مع اللاعب او مع النادي يعني. والعلاقات مميزه ما بين الاهلي وبيراميدز في الحقيقه دلوقتي، بدليل ان الاهلي نجح ان هو يتعاقد مع نجم كبير جدا زي قفشه من بيراميدز، فوارد ان الامور دي يتم طرحها ويتم فتح ملفات زي دي مع فريق بيراميدز، سواء فيما يتعلق بتراوري فيما يتعلق ببعض اللاعبين المميزين، لكن كله على حسب كل فريق بيفكر ازاي. هل ممكن بيراميدز توافق على ترك ايريك تراوري؟ هل ممكن توافق على مثلا رجب بكار؟ هل ممكن توافق؟ مش معنى ان انا بقول اسماء ان دول ممكن يجوا الاهلي، يعني بتكلم على ابرز اللاعبين اللي عندهم. الناس ممكن توافق ممكن ما توافقش، النادي الاهلي ممكن يفكر ان هو يتفاوض معاهم وممكن ما يفكرش حسب احتياجات الفريق. وميزه من مميزات النادي الاهلي مهمه قوي ان هو بيدور على اللاعبين اللي هو محتاجهم. فهنشوف خلال الفتره اللي جايه. طيب دي كانت اهم اخبار الاهلي في المواقع، لسه في اخبار محليه وعالميه كالعاده نروح نشوفها، يلا بينا. بوابة الأهرام، جهاز المنتخب يحدد 40 لاعبا لاختيار قائمة معسكر نوفمبر. الوطن سبورت، 100,000 جنيه تنذر بصدام بين حسام البدري واتحاد الكرة. دوت مصر، استاد القاهرة يستضيف تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادا لأمم أفريقيا. بوابة أخبار اليوم، سيناريوهات أزمة الأهلي وحقيقة الاستقالات في اتحاد الكرة. سوبر كورة، اتحاد الكرة يستقر على تأجيل الدوري بعد أمم أفريقيا والقمة 3 ديسمبر. اليوم السابع، اتحاد الكرة يشترط وصول خطاب من الأمن لتأجيل مباراة الأهلي والجونة. بوابة فيتو، الجنايني يغيب عن جلسة الجبلية مع وزير الرياضة ويصل القاهرة غدا. موقع الكابتن، فضل لم أهدد بالاستقالة وهذا موقف اتحاد الكرة من مباراة الجونة والأهلي. بوابة الشروق، مودريتش يرشح صلاح للتتويج بجائزة البالون دور. الفجر الرياضي، صلاح يشارك في مران ليفربول الأخير قبل مواجهة جينك البلجيكي غدا بدوري الأبطال. مبتدا، فان نيستلروي، محمد صلاح لا يقارن بميسي ورونالدو. صدى البلد، حارس انجلترا السابق يتغزل في امكانيات تريزيجيه. بوابة الشروق، اليوم 8 مباريات في الجوله الثالثه من دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد يبحث عن فوزه الاول امام جلاتا سراي، وسان جيرمان يواجه كلوب بروج. موقع بطولات، توتنهام يرغب في التعاقد مع جوهره برشلونه في الميركاتو الشتوي. 1-3، تاجيل حسم الموعد الجديد للكلاسيكو. سبورت 360، راكيتيتش يرفض يونايتد وانتر لعيون ميلان. اس عربي، السوري عمرو السومه او عمر السومه ينافس كريستيانو رونالدو على لقب عالمي. يورو سبورت عربيه، اسطوره مانشستر يونايتد يصف لاعبي ارسنال بالاطفال.
طيب هنعلق على بعض الاخبار المحليه والعالميه بشكل سريع. نروح او نبتدي ببوابه الاهرام اللي بتقول ايه؟ بتقول ان جهاز المنتخب يحدد 40 لاعبا لاختيار قائمه معسكر نوفمبر. هم خلاص استقروا على عدد 40 لاعب. هتقول لي عدد كبير جدا، هقول لك عشان في ماتشين رسميين وانت مش عارف الظروف ممكن تبقى ايه قبل الماتشات، فانت بتجهز اوراق اللاعبين او ال 40 لاعب اللي هم في خططك في حساباتك في المباراتين اللي جايين، فتشوف موضوع الاجراءات الخاصه بالسفر التصاريح كل هذه الامور. لكن الكابتن حسام بدري وجهازه المعاون بعد تشاور كبير ومتابعه على مدار الفتره اللي فاتت، هي فتره قليله ومباريات قليله، لكن هم اكيد عندهم قناعات بلاعبين مميزين بالاضافه لبعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا شدوا انتباههم او لفتوا انتباههم خلال المباريات القليله الماضيه في الدوري المصري، فبالتالي هيتم تجهيز كل الامور اللي بتتعلق ب 40 لاعب قد يستقر كابتن حسام البدري على بعضهم للانضمام لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. الوطن سبورت بتقول ان في ازمه ما بين كابتن حسام البدري واتحاد الكرة بسبب 100,000 جنيه. 100,000 جنيه دي اللي بتتمثل في مرتب أنيس الشعلالي مخطط الأحمال لمنتخب مصر. فكابتن حسام البدري يعني من ضمن الكلام اللي احنا قريناه يعني واللي عرفناه ان كابتن حسام بدري بيتمسك ان المرتب يبقى زي ما هو، اتحاد الكره بيقول مرتب كبير شويه وعمرو الجنايني وافق على هذا المرتب وخالص كمان من الضرايب. مش حابب اتكلم في الامور دي كتير لان دي كلها امور ماديه بتخص كل فرد يعني فمالناش دعوه بيها، لكن في كل الاحوال يعني ازمه ان شاء الله ما تبقاش كبيره يعني الموضوع يخلص على طول، ما اعتقدش ان هو موضوع كبير يعني. نروح لدوت مصر. استاد القاهرة يستضيف تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادا لأمم أفريقيا، يا رب نتمنى لهم كل التوفيق. التدريبات هتبقى على استاد القاهرة لأن المباريات أيضا هتبقى على استاد القاهرة الدولي، مباريات المجموعة الأولى اللي بتضم مصر ومالي ونيجيريا أو غانا والكاميرون، فبالتالي هتبقى مجموعة قوية جدا واستعدادات لازم تكون في استاد القاهرة طبعا عشان اللاعبين ياخدوا على الملعب بشكل أكبر، وإن شاء الله الجمهور هيبقى ليه دور كبير جدا في هذه البطولة اللي نتأهل من خلالها نفوز بيها ونتأهل إن شاء الله لطوكيو 2020 الأولمبياد. نروح لبوابة أخبار اليوم. بيتكلموا في موضوع السيناريوهات بقى اللي بيتعلق بأزمة الأهلي، والموضوع مش أزمة من الأهلي على فكرة، هي أزمة في الكرة المصرية. الأهلي ما بيختلقش أزمات وما بيدورش على أزمات خالص، هي أزمة في الكرة المصرية في الإدارة نفسها. فالحلول هتطلع ان شاء الله النهارده بالليل باذن الله ما نشوف الاتفاقات ايه. وبالمناسبه معانا ضيفنا العزيز رامي رجب بعد شويه وهنتكلم في تفصيل اكتر بخصوص هذه الازمه واخر الكواليس واخر ما يحدث بالتحديد في اجتماعات الوزاره والاتحاد المصري لكره القدم. نروح لخبر اخر، سوبر كوره يعني بيقولوا ان تم الاستقرار على ان الدوري هيتاجل وان ماتش القمه ده بالنسبه لهم اجتهاد، يعني هم بيجتهدوا ممكن يكونوا صح في اجتهادهم، ماتش القمه هيكون 3 ديسمبر يعني بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المنتخب الأولمبي، وبعد انتهاء المباريات الخاصة بالأندية في أفريقيا. مثلا الأهلي عنده مباراة يوم 29 مع النجم الساحلي هناك في تونس، فده اجتهاد أو تنبؤ أو ممكن تكون معلومات صحيحة أو مش صحيحة، هنشوف يعني هنعرف خلال الساعات القليلة المقبلة، ده من قبل طبعا موقع سوبر كورة. أروح لأخبار عالمية شوية، بوابة الشروق بتقول إيه؟ مودريتش بيرشح محمد صلاح للتتويج بجائزه البالون دور. احنا عارفين محمد صلاح ضمن 30 لاعب مرشحين بعد الاعلان امبارح من مجله فرانس فوتبول عن 30 لاعب لاعبا هيتنافسوا على الفوز بافضل لاعب في العالم من قبل فرانس فوتبول، والجائزه المعروفه جدا جائزه البالون دور. ومودريتش طبعا بيرشح 4 لاعبين منهم صلاح ورونالدو وميسي وفان دايك. نتمنى طبعا صلاح يفوز بالجائزه لكن فرص السنه دي اقل كمان من السنه اللي فاتت، لكن ان شاء الله ياخد مركز كويس. هو خد المركز الرابع في ذا بيست وده شيء جيد بالمناسبه يعني. الفجر الرياضي وبيقول ان صلاح بيشارك في مران ليفربول الاخير استعدادا لجنك البلجيكي بكره ان شاء الله، ومباراه بكره لليفربول. ناس لعبت يوم السبت او لعبت الحد مع مانشستر يونايتد وهيلعبوا الاربع، هو ده الانتظام وهي دي الكوره في اوروبا يعني. والحمد لله صلاح حالته بتتحسن وبنسبه كبيره ممكن يكون متواجد في المباراه دي، وعندهم مباراه اخرى يوم الاحد الجاي مع توتنهام، مباراه قويه جدا يعني في ملعب ليفربول في الانفيلد. نتمنى صلاح يقدر يشارك في المباراه دي. مبتدا فان نيستلروي بيقول محمد صلاح لا يقارن بميسي ورونالدو، هو قصده ان محمد صلاح لاعب من ضمن اللاعبين المميزين جدا في العالم، سواء هو او دي بروين او هازارد او مبابي وايضا ساديو ماني. بيقول كل اللاعبين دول لاعبين مميزين وكلهم عندهم مميزات مختلفه، لكن ميسي بيجمع كل هذه المميزات المتواجده في اللاعبين دي، فبالنسبه له ميسي هو اسطوره وافضل لاعب في العالم. طيب صدى البلد حارس انجلترا السابق يتغزل في امكانيات تريزيجيه اللي هو بول روبنسون،
وبيقول ان تريزيجيه لاعب سريع جدا، واي فريق عنده لعيب بامكانيات تريزيجيه فكفته هتبقى ارجح في المباريات، خصوصا لما بيشارك كبديل او حتى كاساسي. تريزيجيه طبعا نجم مصر، لعيب كبير جدا سريع عن بطولات. بتقول توتنهام يرغب في التعاقد مع جوهره برشلونه في ميركاتو الشتوي. جوهره برشلونه اللي هو كارلس ارينا، ده لاعب في اكاديميه لاماسيا بتاعت برشلونه طبعا، وهم بيقولوا ان ده ممكن يكون بديل اريكسون اللي ممكن يرحل بنسبه كبيره جدا ريال مدريد في شهر يناير القادم. اخر خبر معانا، يورو سبورت عربيه بتقول ان اسطوره مانشستر يونايتد يصف لاعبي ارسنال بالاطفال. مين اسطوره مانشستر يونايتد؟ اللي هو باتريس ايفرا طبعا، الظهير الايسر المعروف جدا الفرنسي، اللي لعب مع مانشستر يونايتد تقريبا فتره كبيره جدا من 2006 ل 2014 يعني ما اتذكر. وهو قال ان دايما بياخد انطباع على لعيبه الارسنال ان هم لعيبه صغيرين اطفال، فحتى لما جت مانشستر يونايتد تتعاقد مع فان بيرسي من ارسنال، فلما جه فان بيرسي ايفرا قال له انت هتحس ان انت بتلعب مع رجال مش مع اطفال. فبيقول ان بعد شهر واحد فان بيرسي فعلا راح قال لايفرا ان انت، لكن طبعا نادي ارسنال وفريق ارسنال فريق كبير، لكن دايما هم بيستعينوا بالشباب وده المعروف عنهم دايما يعني كسياسه للنادي هناك. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. بعد فاصل فقره مهمه جدا، فقره حواريه مع ضيفنا العزيز الاستاذ رامي رجب الناقد الرياضي بالدستور، وهنستفيض في الحديث على الملف والازمه الحاليه اللي ان شاء الله على وشك الانتهاء خلال ساعات قليله جدا مقبله. استنونا بعد الفاصل. طيب اهلا بحضراتكم من جديد، بينورنا وشرفنا في الاستوديو الاستاذ رامي رجب الناقد الرياضي بالدستور. يا استاذ رامي اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ علي، ازي حضرتك؟ كله خير والله، كله تمام، ربنا يخليك. يعني عايزين نتكلم في الازمه، لكن طلع دلوقتي بيان رسمي من الاتحاد المصري لكره القدم. البيان طويل جدا جدا، بيتكلموا في امور كتيره ومواقف حدثت يعني، لكن في كل الاحوال انا عايز الخلاصه، كلنا عايزين النهايه في البيان ده ايه. بناء انا هقرا لحضراتكم الجزء الاخير في البيان، النقطه السادسه بالتحديد، بناء على ما ورد اليوم الاتحاد المصري لكره القدم من خطاب وزاره الشباب والرياضه وفي اطار التعليمات الامنيه وفي ضوء استضافه مصر لبطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه وتضافر الجهود لانجاحها، تقرر تاجيل ما تبقى من مباريات الاسبوع الخامس ومباريات الاسبوع السادس لمسابقه الدوري الممتاز الى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول. إيه رأيك؟ والله انت عارف الاستاذ امير، الفتره اللي فاتت دي يمكن كانت ازمه كبيره جدا للكره المصريه، يمكن يكون ما يكون طرف الازمه ديت مع اتحاد الكوره اهلي او زمالك، الامور بتاخد شكل تاني. والنادي الاهلي حس وشعر الفتره الاخيره ومجلس اداره النادي الاهلي ان كان في تاجيل مباراه القمه لم يكن نابعا من يعني او صادرا لاجراءات امنيه، لا، ولكن حس واستشعر ان في انديه تانية وفي ناس تانيين هم كانوا السبب في تاجيل مباراه القمه. فبالتالي النادي الاهلي بدا يبحث عن حقوقه وبدا ان خلاص احنا ما عندناش مشكله، واصدر بيان بعدها وقال ان انا ما عنديش مشكله ان اجل مباراه القمه، ولكن فأعرف فرصة أن النادي الأهلي يلعب مش هيخوض أي مباراة إلا لما يلعب مباراة القمة، وده من حقه طبعا قدام جماهيره. النادي الأهلي بيمر بحالة فنية عالية جدا، وطبيعي أن أنت بتمر بحالة فنية فأنت عاوز تلعب أي ماتشات وخاصة الماتشات التقيلة وأنت حالتك الفنية عالية. الموضوع متعلق بالترتيب أكتر منه حالة فنية. يعني ده برضو يعني الترتيب، وانت برضو انت فنيا عالي فما فيش مشكله. فاعتقد ان كل الفتره اللي فاتت دي الازمه يمكن صارت ازمه كبيره، يمكن كان في جلسه امس مع الدكتور اشرف صبحي، يمكن جلسه مطوله جدا يمكن تناول فيها الطرفين الكابتن محمود الخطيب ومجلسه. طيب انا ممكن قبل ما اتكلم في كواليس الجلسه دي والاجتماع ده، انا عايز افهم البيان، يعني احنا نفهمه مع بعض كده نوضحه للناس. يعني الجزئيه الاخيره اللي فيها المختصر كله، يعني هو بيقول لك دلوقتي ايه، احنا خلاص تقرر تاجيل الاسبوع الخامس والسادس، ما تبقى من الاسبوع الخامس تمام والسادس، ده كان متوقع من امبارح انه يتم تاجيل الدوري بعد بطوله الامم، يستأنف البطوله او تستأنف البطوله بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه تمام، ولما تستأنف المسابقه بعد انتهاء البطوله هو بيتكلم ان في ترتيب بنفس الترتيب الوارد يعني نفس المسابقه. المفروض على الكلام ده ان انت مباراه الاهلي تتلعب ومباراه القمه تتلعب الاول. طيب جه بعد كده قال لك ايه، فيما تقام مباراه الاهلي والزمالك المؤجله بتعليمات امنيه من الاسبوع الرابع في ختام الدور الاول. افهم انهي فيهم، يعني هم كده
مع انهي قرار لا يعني النقطه دي لو انت فهمتها يا استاذ امير ان هو بيقول لك احنا هنلعب بنفس الترتيب بس مباراه القمه دي ممكن تتلعب في نهايه الدور الاول، ودي لو انت لعبت والاهلي لعب او اللي انت طلبت منه يلعب ماتشات قبل مباراه القمه يبقى الازمه ما زالت موجوده. احنا بالزبط. اجلنا مباراه الجونه عشان نحل الازمه، يبقى انت كده الازمه لسه موجوده، الاهلي برضه هيرفض. الازمه مستمر. الازمه مستمره، يعني هو بيتكلم ان هو البيان لو احنا فهمنا من البيان ده ان كل الماتشات هتتلعب بالترتيب الموجود الا مباراه القمه ربما تتلعب مع نهايه الدور الاول بتعليمات امنيه، فدي دي معناها ان المشكله ما زالت قائمه، لو انت هتلعب المباراه مع نهايه الدور الاول يعني النادي الاهلي المفروض هيلعب كل الماتشات بتاعته ويلعب المباراه الاخيره مع نادي الزمالك. فدي هتصير ازمه كبيره جدا لو مباراه الاهلي والزمالك ما اتلعبتش في اول مباراه استئناف للاهلي، يعني الاهلي هيعود المفروض بعد بطوله الامم الافريقيه المفروض اول مباراه وفقا لتعليماته وفقا لرغبته ان يلعب اول مباراه جايه له هتبقى مباراه الزمالك، وبالتالي اعتقد ان يعني الدكتور اشرف صبحي وعد ان هو هيحل المشكله ويحل الازمه امبارح، وانت عارف الجلسه كانت مطوله وتناولوا الحديث وتناولوا اسباب الازمه والاهلي كان بيطالب ايه، وده من حقه طبعا النادي الاهلي يعني ما بيستشعر ان في ظلم عليه فبالطبيعي ان هو بيجري على حقه، وطبيعي طبعاً. ان النادي الاهلي يمكن كلام كتير جدا حصل قبل اصدار القرار امبارح او ان الاهلي مصمم او مصر ان خلاص ان الاهلي تراجع عن قراره وهيلعب مباراه الجونه، وبدات الاحاديث بتقال على موقع التواصل الاجتماعي ان النادي الاهلي سيخوض مباراه الجونه، ولكن بعد كده النادي الاهلي يمكن اصر على موقفه، وطبعا يعني تحيه لمجلس اداره النادي الاهلي اللي بيسعى دايما ان هو يحافظ على حقوقه طبعا وبغض النظر عن اي حاجه اكيد بيحترم قرارات الامن، ولكن البيان اللي صادر كده يعني ما زالت الازمه موجوده. هل اتحاد الكوره كده انت حليت المشكله؟ طب ناخدها واحده واحده. اتفضل. ناخدها ايه؟ واحده واحده. اتفضل يا اسامه. رقم واحد خلاص رسميا كده يا جماعه تم تاجيل مباراه الاهلي والجونه، موضوع خلاص بقى رسمي. خلاص بسبب يعني الطلبات امنيه والامن هو اللي طالب كده او اتحاد الكوره او الوزاره هي اللي ابلغت اتحاد الكوره بالموضوع ده. دي جزئيه، الجزئيه الاهم ان خلاص مفيش ماتش بكره. خلاص تمام. رقم احنا عارفين امبارح بس كنا منتظرين القرار الرسمي. رقم اثنين، هل كده الازمه اتحلت ولا كده لسه الازمه مستمره؟ مع كامل الاحترام والتقدير للجميع يعني الجهات الامنيه محترمه، الاهلي بيحترم كده اتحاد الكوره حل الازمه بشكل مؤقت مسكن يعني مسكن كده لحد ما الدنيا تتغير ويبقى في قعده تاني ويبقى في اجراءات تانيه، يعني انت دلوقتي المشكله كانت النادي الاهلي ان هو بيطالب بحقه ان هو يلعب ويخوض مباراه الاهلي وبعد كده المباريات اللي موجوده عنده ما فيش مشكله فيها، فانت دلوقتي انت بتقول احنا خلاص هنلعب بنفس الترتيب مباريات الدوري وفقا للبيان اللي صادر دلوقتي ان هتبقى في مشكله، والمشكله ان انت هتبقى اللي انت هتلعب مباراه الاهلي مع نهايه الدور الاول فدي هتبقى ازمه كبيره جدا مباراه الاهلي والزمالك، فكده اتحاد الكوره برضو يعني ايه يعني بيحاول يخرج بشكل كويس قدام الراي العام ان هو انا مباراه الجونه هتتاجل ومفيش مشكله بس انا برضو مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب مع نهايه الدور الاول، فدي هتصير ازمه كبيره جدا واعتقد الازمه هتفضل مستمره لحد اما تشوف يعني بعد نهايه بطوله الامم الافريقيه، اعتقد ان احنا قدامنا وقت طويل جدا قبل نهايه الامم لسه قدامنا وقت طويل ان ممكن يتغير شيء خلال الفتره اللي جايه. ماشي اوكي، يعني هو مفيش حاجه هتتغير خصوصا بعد هذا البيان، يعني هو قال لك ان انت هتستأنف، انا بحاول افهم البيان بشكل اكبر بصراحه، هو بيقول لك انت هتستأنف المباريات الدوري بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه ما عدا مباراه الاهلي، مباراه الاهلي والزمالك فهي دي بالكم يا جماعه ما هو بص في الاخر يعني بيقول لك فيما تقام مباراه الاهلي والزمالك مؤجله بتعليمات امنيه من الاسبوع الرابع في ختام الدور الاول. يعني انت كده يعني الجزئيه دي محتاجه تفسير من حد من اتحاد الكوره، بس احنا اللي احنا فاهمينه كده ان كده مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب مع نهايه الدور الاول ودي الازمه هتفضل موجوده زي ما هي، اعتقد كده انت ما حلتش المشكله. طب احنا نقول ان كده في حل مؤقت للازمه. حل مؤقت يعني دلوقتي انت بتحاول تحل الحل مؤقت عشان انت يعني خلاص عندك بطوله امم افريقيه في ازمات دلوقتي هم اللجنه المؤقته بتحاول يعني بتدي مسكن دلوقتي ان خلاص الازمه اتحلت بشكل مؤقت ولكن الازمه موجوده. يعني انت لو ما الاهلي ما لعبش مباراه اول مباراه في الدوري استئناف للدوري مباراه الزمالك هتفضل الازمه موجوده. يعني انت يعني انت قلت خلاص ما فيش مشكله خلاص اجلنا الاسبوع كله الاسبوع وما تبقى من الاسبوع الخامس والاسبوع السادس كله ما فيش مشكله زي الفل، ولكن انت في المشكله اللي بتقول هتلعب بنفس الترتيب فالمفروض ان هي نفس الترتيب تقف عند الحته دي يبقى خلاص النادي الاهلي خلاص هيلعب مباراه المباراه اللي جايه هيلعب مع الزمالك، بس بالشكل ده الازمه ما زالت موجوده يا استاذ امير. طيب واعتقد ان دي يعني خليني اقول لك بقى قرار الوزاره قال لك ايه، قال لك تاجيل مباراه او مباراتي الاهلي مع الجونه والزمالك لما بعد بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه على ان تستأنف مباريات الاهلي بمباراه الزمالك. ده الوزاره اللي قالت؟ ده الوزاره اللي بتقول كده، هم لسه بيقولوا لي اهو. ما انا يعني انا بقول لك البيان اللي موجود قدامنا في نهايته ده اللي عامل ازمه دلوقتي يا استاذ امير. بس انت طالما اجلت
طالما اجلت وطالما خلاص ما فيش مشكله خلاص العب بقى، ابدا بقى بمباراه الاهلي والزمالك. انت خلاص انت الازمه اللي كانت موجوده عندك ان مباراه الجونه تتاجل، المباراه اتاجلت خلاص، اتاجلت الاسبوع كله وخلاص قلت هنبدا هنستأنف في مباراه الدوري بعد بطوله الامم تحت 23 سنه. فخلاص هي الازمه اللي كانت موجوده، هي ازمه الاهلي كانت في ايه؟ انه عاوز يلعب مباراه الزمالك الاول بنفس الترتيب بتاعه. واجلت ليه؟ وهو قال لك انا بحترم قرار الامن، النادي الاهلي قال لك انا بحترم قرار الامن في التاجيل، ولكن اما انت هتلاعبني لاعبني اول ماتش الزمالك. فدي كانت الازمه، والقعده دي كانت ليه؟ والاهلي ما رضيش يلعب الجونه ليه؟ عشان يلعب ماتش الزمالك. فانت لو ما حلتهاش اللي انت هتلعب ماتش الزمالك، اعتقد ان بعد الامم الافريقيه الدنيا هتتغير اصلا، يعني خلاص ما فيش مشكله، انت تقدر من قبلها تحصل على المفاتيح الامنيه، هتلعب في برج العرب، هتلعب في القاهره، هتقدر في وقت كافي ان انت تلعب المباراه دي. طيب خليني اكد لحضرتك يا استاذ رامي ان اول ماتش للنادي الاهلي هو هيكون ماتش الزمالك. طب تمام، بس اللي هنا اول ماتش للنادي الاهلي هو البيان اخر جزء فيه يعني ما هو ده ختام محتاج تفسير، لكن التاكيدات دلوقتي بتتقال اهي طبقا لتعليمات من الوزاره وقرار من وزاره الشباب والرياضه ان المباريات هتم استئنافها بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه، بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي وفيما يتعلق بالدوري كله. لكن النادي الاهلي اول مباراه ليه ايه؟ هتكون ماتش الزمالك. بس اللي مكتوب غير كده، اللي مكتوب في عند بيان اتحاد الكره غير كده، لكن قرار الوزاره يعني اتمنى طبعا ان تبقى البدايه. هو ملاش حل، ملاش حل الازمه دي دلوقتي الحقيقه، والبيان الطويل ده ملوش حل ان انت تلعب ماتش الاول عوده الدوري هتبقى سواء للاهلي او الزمالك يلعبوا المباراه بتاعته. غير كده الازمه هتظل موجوده، واعتقد ان يعني الجلسه اللي عقدها الدكتور اشرف صبحي امبارح مع مجلس اداره النادي الاهلي امبارح، فهو كان كل الكلام وكل كانوا مركزين تركيز تام على ان مباراه الاهلي والزمالك هي تبقى اول مباراه. فاعتقد انت لو ما لعبتش اول مباراه مباراه الاهلي والزمالك يبقى الازمه ظلت موجوده، يبقى خلاص يعني ما فيش جديد في الموضوع. ولكن اعتقد ان في مشكله في البيان في اخر الصيغه الاخيره اللي في البيان دي اللي عامله ازمه. خلينا بقى ايه نقول القرار او الخطاب اللي وصل من وزاره الشباب والرياضه للاتحاد المصري لكره القدم، هقراه لحضراتكم واسمعوا معايا يا استاذ رامي عشان نعلق عليه. اتفضل. السيد الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، تحيه طيبه وبعد يطيب لي ان اعرب سيادتكم عن بالغ التقدير وخالص التمنيات بدوام التوفيق، وفي ضوء استضافه مصر لمنافسات بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه المؤهله للدوره الاولمبيه طوكيو 2020 خلال فتره من 8 حتى 22 نوفمبر 2019، وبما تطلبه من ضروره الاعداد الجيد للمنتخب المصري لكره القدم تحت 23 سنه في طوكيو، بالاضافه الى استعدادات المنتخب المصري الاول لكره القدم تصفيات المؤهله لافريقيا، وحيث تنتظر القاره الافريقيه ان تظهر فعاليات البطوله بما يليق بسمعه مصر العالميه ورياداتها القاريه، وبما لا يقل تميزا عن الشكل الذي ظهرت به بطوله الامم الافريقيه لكره القدم مصر 2019 نتيجه تضافر وتناغم كافه جهود الجهات والمؤسسات المعنيه، وباستعراض كافه الاستعدادات الماليه الفنيه والاداريه واللوجستية والأمنية الخاصة باستضافة البطولة، وباستعدادات المنتخب المصري للأمر الذي يتطلب ضرورة توحيد كافة جهود المؤسسات وفي مقدمتها الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية الرياضية المصرية وجميع الجهات المعنية خلال الفترة الحالية وحتى انتهاء منافسات البطولة الأفريقية. لذا فقد تشاركوننا الرأي في ضرورة الأهمية القصوى للبطولة الأفريقية بما يتطلب التفرغ والتركيز الكامل من الجميع أو جميع الأجهزة والجهات المعنية عامة، اتحاد الكرة والأندية خاصة خلال الفترة القادمة لتجهيز أعمال البطولة. ماشي، كل الكلام ده كويس لحد دلوقتي، وأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الأمنية الخاصة بالمنافسات المحلية خلال الفترة الحالية والتي تخللتها تأجيل مباراتي الأهلي مع كل من الزمالك والجونة وكافة القرارات الأمنية الصادرة في هذا الشأن، وذلك استعداد استضافة البطولة الأفريقية وما يتطلبه ذلك من توحيد الجهود في اتجاه واحد وهو البطولة الأفريقية. يعني هو بيان مش ظاهر برضه، مش ظاهر مش ظاهر يعني. مش ظاهر. بص يا زميلي، انا عمال اقرا في البيان على اساس ان انا هلاقي في الاخر حاجه بتفيد يعني. بص فيما بص يعني كان قال لك كل فيما تاجيل ما بتوقع من مباريات الاسبوع الخامس ومباريات الاسبوع السادس مش عارف ايه الى بعد نهايه البطوله الامم الافريقيه، على ان تستأنف المسابقه بعد انتهاء البطوله بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقه فيما تقام مباراه الاهلي والزمالك المؤجله بتعليمات امنيه من الاسبوع الرابع في ختام الدور الاول. طيب هو طالما اشترط الحته دي وقال فيما تقام مباراه الاهلي والزمالك، يبقى هو كده حدد ان مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب مع نهايه الدور الاول. طيب هقول لك على حاجه، خلينا نفرض حسن النيه تمام ونقول ان ده علاج مؤقت للازمه. هو علاج مؤقت، هو لو هيتلعب في نهايه الدور خلاص ده علاج مؤقت في انتظار رد فعل النادي الاهلي مثلا. صحيح صحيح. بعد هذا البيان
خلاص كده مفيش ماتشات في الدوري يا جماعه، اخر مباريات النهارده كده، اخر مباريات في الدوري النهارده، في ماتشين باين ولا ثلاثه، في ماتش دلوقتي او ماتش وادي دجله والمقصه فلحد بعد بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، بعد كده يتم استئناف مباريات الدوري طبقا للترتيب الموضوع للجدول من اوله. هم كاتبين هنا في الاخر فيما عدا مباراه الاهلي والزمالك اللي ممكن يكون ميعادها مع نهايه الدور الاول. فطبعا لو ده فعلا كده، لو هم يقصدوا كده يبقى كده الاهلي هيرفض. الاهلي يعني كل الازمه اللي حصلت الفتره اللي فاتت ديت من النادي الاهلي ان هو بيطالب بحقه، ان هو عاوز يلعب مباراه الزمالك، وقال لك انا مش هلعب اي مباراه في الدوري الا ابدا الاول بمباراه الزمالك، فالازمه ما زالت موجوده. يبقى انت كده حليت الازمه بشكل مؤقت، انت اديت نفسك وقت اكتر عشان تحل الازمه. يعني قدامك بقى شهر وشويه اللي تقدر تحل المشكله، بس المشكله لحد الان ما اتحلتش. يعني انت حليتها، اجلت المباراه، طبعا تاجيل مباراه الجونه طبعا ده حل مؤقت كويس، اللي انت في فتره زي الاهلي ما كانش هيروح، وبالتالي لو الاهلي ما راحش كانت هتصير ازمه كبيره جدا. الاهلي كان هيرفض ان هو يعاقب باي خصم نقاط، وبالتالي كانت الازمه هتكبر. عشان كده الدكتور اشرف صبحي راح للكابتن محمود الخطيب بيته واجتمع مع المجلس على اساس ان هو يشوف اليه لحل الازمه، والاهلي تمسك في اجتماع امس ان هو مش هيلعب اي مباراه في الدوري الا مباراه الزمالك الاول، بعد كده ما عندوش مشكله يلعب مع اي مباراه. فبالتالي يعني ده مسكن، اللي انا شايفه كده مسكن لاتحاد الكوره يعني بيحل المشكله بشكل مؤقت، لحين بقى اشوف يعني شهر ولا شهر ونص يا استاذ امير. يعني عشان ترجع الدوري يرجع من تاني محتاج هيخلص مثلا، ممكن تبدا في الشهر نهايه الشهر الجاي. هي ممكن تفسر بان اتحاد الكوره دلوقتي بيحاول يلاقي لنفسه حجه. ايوه ايوه، هي كده، هي كده، هي هو دلوقتي عشان لو ما تلعبش ماتش الاهلي والزمالك هو دلوقتي بره. موقف اتحاد الكوره ايه؟ هو عنده ازمه كبيره جدا بيواجهها قدام الراي العام قدام الانديه كلها. انا دلوقتي انا لو عايز يفضل في موضع قوي يعني هو دلوقتي عاوز يعني يظهر قدام الناس ان هو موقفه قوي. هو ما اجلش عشان خاطر الاهلي، عشان خاطر باقي الانديه تقول لك ليه الاهلي اتاجل له واحنا ما اتاجلناش، ليه احنا عندنا ازمه ليه. فهو عاوز يخرج بشكل كويس قدام الراي العام انه يقول لك انا خلاص انا اجلت، وعشان خاطر بس في نفس الوقت برضه ماتش الاهلي والزمالك هيتلعب في الوقت اللي احنا هنشوفه اللي احنا عاوزينه برضه. يعني انا اجلت لك الماتش واجلت ماتش الجونه ويعني نفذت تعليمات الدكتور اشرف صبحي ان هو تدخل في الموضوع عشان حل الازمه، ولكن في الوقت نفسه انا اتحاد الكوره انا المسؤول الاول والاخير عن إدارة المسابقة، فبالتالي برضو أنا اللي أختار الوقت المناسب بتعليمات من الجهات الأمنية. فهو مسك العصاية من النص، قال لك أنا أجلت مباراة الجونة خلاص ما فيش مشكلة، وهنأجل جميع مباريات الأسبوع الخامس والأسبوع السادس بالكامل تمام، حرصا على المصلحة العامة. ولكن في نفس الوقت أنا نهاية مباراة الأهلي مباراة كلها هتتلعب بالترتيب اللي احنا حاطينه موجود موضوع من الجدول من البداية، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك مع نهاية الدور الأول. يعني في نفس الوقت يقول لك أنا برضو أنا هحدد، أنا المسؤول عن المسابقة وهعرف أحدد إزاي الميعاد المناسب اللي بالنسبة لي، ودي أزمة كبيرة جدا أعتقد. بس أنت ميزة في الموضوع ده يا أستاذ أمير اللي أنت لسه قدامك مساحة، أنت عندك مساحة من الوقت إن الأهلي يتفاوض، الاتحاد الكرة يتفاوض، وأعتقد واللي وفقا لمعلوماتي إن مجلس إدارة النادي الأهلي لن يتنازل عن حقه إن هو مش هيلعب أي مباراة. ما هي الأزمة أصلا كانت اتعملت ليه كلها؟ اتأجلت ماتش الجونة ليه؟ اتأجل الماتش الجونة ليه؟ الاهلي اصر على ان هو ما يلعبش ماتش الجونه ليه؟ عشان يلعب ماتش الزمالك. فالازمه هتفضل موجوده. انت لو انت هتعمل نفس الترتيب ده وتسيب ماتش الاهلي والزمالك في اخر مباراه يبقى الازمه لسه موجوده، ما انت ما حلتش حاجه، انت ما حلتش حاجه. بس ولكن الميزه في الموضوع دلوقتي يا استاذ امير اللي انت المباراه اللي كانت عامله لك ازمه دلوقتي الجونه اجلتها، فعندك مساحه من الوقت طويله جدا. ولكن النادي الاهلي وفقا لمعلوماتي وفقا للي انا كنت شايفه الساعات الاخيره، النادي الاهلي لن يتنازل عن حقه طبعا اللي شايفه في هذا الامر. ده شيء معروف يعني من يوم ما البيان طلع. فاتحاد الكوره عاوز يظهر قدام الانديه ان هو في الاول وفي الاخر انا خلاص انا نفذت تعليمات الوزير واحترمت تعليمات الوزير، والوزير تواصل، ويمكن هم لحد الساعات الاخيره دي يا استاذ امير ما كانش مش موافقين ان هم ياجلوا المباراه. اتحاد الكوره وكان منتظر خطاب من الامن بتاجيل المباراه. تمام، منتظر خطاب من الامن عشان يظهر قدام الناس كلها انا ما اجلتش الا زي مباراه الزمالك. قال لك انا اجلت مباراه الزمالك، انا ما اجلتش، ده الامن اللي طلب مني. فعاوز يظهر برضو قدام الراي العام ان هو مصدر قوه، وهو اللي بيحكم الكره المصريه، بيحكم وبيدير المسابقه. فبالتالي هو عاوز يظهر قدام الناس كلها يا استاذ امير ان هو مصدر القوه وهو المسؤول عن اداره المسابقه. فحتى الحته دي في الاخر عشان يقول لك انا برضو انا اللي هحدد، انا اللي هحدد ميعاد المباراه، ومش هتتلعب بنفس. طب ليه ما يقولش مثلا ان هيبقى اول مباراه اهلي وزمالك في حاله الحصول على الموافقات الامنيه؟ لا هو مش عاوز، لا عشان يظهر، هو عايز يظهر قوي دلوقتي يا استاذ امير. مفيش الامن ما طلبش انه يتاجل المباراه، تمام؟ فانت قدامك حلين عشان تاجل المباراه، لا اما القرار يبقى نابع منك انت، لا اما الامن اللي يقول لك. تمام، الامن ما قالكش،
فهو عاوز يظهر قدام الناس كلها وقدام الراي العام وقدام الانديه كلها ان هو برضو اللي هيحد الامن. ما قاليش فانا دلوقتي خلاص انا بقيت في موقف محرج قدام الانديه كلها. هاجل ازاي؟ طب انا هاجل، هقول لهم هاجل ازاي؟ فهو قال لك خلاص انا طبقا مش عارف الروح الوطنيه والبطوله افريقيا والحاجات دي كلها والبيان ده كله. وفي الاخر قال ايه؟ فيما في في يعني فيما تقام مباراه الاهلي والزمالك واجلب تعليمات امنيه من اسبوع في ختام الدور الاول. هو برضو عاوز يظهر بمصدر مصدر القوه وهو المسؤول عن اداره المسابقه، فبالتالي حط النقطه، بالتالي الازمه زي ما ذلك موجوده. بس عندك ميزه او عن يعني 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 الحمد لله انت هل احنا محتاجين ان احنا عايزين وقت كتير عشان نحل ازمات؟ لا احنا بنشوف دلوقتي مثلا في 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 اسبانيا موضوع ريال مدريد وبرشلونه وتاجيل المباراه، الموضوع سهل، الموضوع خلص في يومين ثلاثه، لحظه خلاص كل واحد قال رايه وكل واحد قال المواعيد المقترحه وفي الاخر استقر على الموضوع انتهى. ما خدش يعني رغم ان ده ماتش كلاسيكو يعني من اكبر المباريات في العالم كلها وما خدش الازمه والتسليط الضوء عليه زي الازمه اللي عندنا دي. ليه؟ احنا عندنا مشكله كبيره في اداره الازمات. حتى كمان يا استاذ امير انا كنت اتمنى الدكتور اشرف صبحي ان الجلسه دي تتعمل من بعد الازمه. كانت في تاخر جدا كل ما يكون في تاخر يعني لحد الان انا مكلم مثلا حكم مباراه ما سافرش لسه لحد الان موجود في الفندق. طب ليه؟ طب ما احنا كان الازمه موجوده عندنا بقى لها 4 5 ايام حتى يبقى في مساحه. يعني انت حتى تتكلم يبقى في مساحه، ولكن الازمه اللي احنا بنتاخر حتى في العلاج. احنا عندنا مشكله اداريه في اللي احنا ندير الازمات وعندنا مشكله في حلها. طب ليه الدكتور اشرف؟ ما انت عارف ان الازمه دي كانت موجوده من فتره. كنا نتدخل من بدري نقدر نحل، نقدر نجي يبقى حتى الامور كانت تسمح. دلوقتي مجلس اداره الاهلي حتى ما اعلنوا اسماء الحكام اتحاد الكوره يعني حط طاقم التحكيم مباراه الاهلي والجونه، ولكن في مشكله مع النادي الاهلي. ولكن في مشكله مع النادي الاهلي يعني هم بصراحه بصراحه ودي كانت عنده مع النادي الاهلي. يعني انتوا كمان يعني في ازمه وكمان حددتوا الحكام وحطيتوا الحكام بتوع مباراه الاهلي والجونه واحنا عندنا ازمه والازمه ما كانتش موجوده. بص بقى عشان انا ما بعرفش اتكلم غير بصراحه ما بعرفش الموضوع كده واضح ان احنا مقبلين على ازمه جديده. انا ده حقيقي شكل كده هيبقى في ازمه جديده. بيان النادي الاهلي معروف، النادي الاهلي عايز ايه؟ عايز يلعب اول مباراه مع الزمالك، مش موضوع عند موضوع ترتيب. الاهلي متمسك بكده، اتحاد الكره خرج بطريقه غريبه، بيان غريب. انا بالنسبه لي بيان كويس لحد الجمله اللي هي القبل الاخيره، يعني لحد قال لك ايه؟ على ان تستأنف المسابقه بعد انتهاء البطوله بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقه. كلنا موافقين على كده، يعني المفروض ان معنى كده ان اول مباراه للنادي الاهلي مع نادي الزمالك بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه اللي هي بتاعه المنتخب الاولمبي، تمام؟ لكن جه قال لك ايه؟ فيما تقام مباراه الاهلي والزمالك مؤجله تعليمات امنيه من الاسبوع الرابع في ختام الدور الاول. طب ما هو التعليمات الامنيه دي هل الامن من دلوقتي قال لك ما تلعبش مباراه الاهلي والزمالك غير مع نهايه الدور الاول؟ يعني انت خلاص تواصلت مع الامن وقلت له انا عايز العب مباراه الاهلي والزمالك بعد افريقيا وهو قال لك لا من دلوقتي؟ معقول؟ يعني احنا مش عارفين الظروف اللي هتبقى اصلا ايه بعد شهر وانت بتاخد قرار امني من دلوقتي؟ انا مش بتكلم على الامن بقى، انا بتكلم هل تواصل الاتحاد المصري لكره القدم مع الجهات الامنيه بخصوص ان هيبقى في مباراه مباشره بعد بطوله الامم الافريقيه ولا لا؟ وبناء عليه لو هو تواصل هل الامن فعلا بلغه ان المباراه تبقى اخر مباراه في الدور الاول؟ طب انت اصلا عملت قرعه غير موجهه ليه من البدايه؟ ما كنت تخلي بقى مباراه الاهلي والزمالك مع اخر كل دور، طب النيه عندك كده وما كنت عمال تتباهى بالجزئيه دي ليه؟ واضح ان الازمه مستمره، واضح ان لسه مفيش علاج، انت بس بتدي مسكن، المسكن بيتمثل في ايه؟ ان انا اجلت ماتش الاهلي والجونه خلاص، بس في نفس الوقت الازمه واضح ان هي قائمه. احنا موافقين انا مش بتكلم بلسان النادي الاهلي طبعا، مجلس الاداره هو اللي يقدر يتكلم وهو اللي يقدر يرد، بس هو انا بحاول افسر بحاول احلل مع الاستاذ رامي رجب بخصوص هذا البيان الصادر من الاتحاد المصري لكره القدم. انت الواضح ان انت عايز تعند، الواضح ان انت عايز تختلق مشكله جديده، الواضح ان انت عايز تفرض رايك على النادي الاهلي. الموضوع برضو تاني وتالت وعاشر، الموضوع مش فرد قوة أو مش كل واحد يشوف مين الأقوى، الموضوع إن أنت لازم تحترم مسابقتك، تحترم الجدول بتاعك كاتحاد كورة أنت اللي طلعته كلجنة مسابقات، تمشي بيه، مش عند مع النادي الأهلي، احترم المسابقة. حاجة غريبة جدا يا أستاذ رامي في الحقيقة. هو يعني أنت خلاص أنت أجلت فخلاص بقى، يعني هي المشكلة كانت في الحتة اللي دي كنت خلصت يا راجل. قول حتى إيه؟ ماتش مباراة الأهلي والزمالك أو ما تقولش يعني ما تكتبش السطر ده ويبقى بالزبط. وبعدين أنت الأمن أصلا دلوقتي أنت بتفاوض بالأمن دلوقتي عشان تلعب مباراة الأهلي والزمالك، مش فاهم يعني مباراة بعد شهر ولا أكتر. الماتش الأهلي والزمالك اللي فات اتأجل قبلها بثلاث أربع أيام يعني ولا يعني الساعة 12 بالليل تأجيل مباراة الأهلي والزمالك من الامن، فالامن اصلا بيبقى حتى عشان ياخد بيصدر قرار قبل يعني وقتها قبلها بثلاث اربع ايام خمس ايام هو شايف الظروف الامنيه. هو تأكيد انما من دلوقتي هيقول له لا ما تلعبش الا البيان ده. انا بصراحه انا شايف كده البيان ده تاكيدا
انا اتمنى ان احنا نكون فاهمين غلط يا رب نكون احنا فاهمين غلط بس الكلام واضح يعني يعني هو حتى حدد يعني هو المشكله ان هو حد فيما تقام يعني فاهمني مع ختام مباراه الاهلي والزمالك في ختام الدور الاول ده حدد يعني فهو انا هو حاول يخرج بشكل كويس يا استاذ امين هو اتحاد الكره بياكد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه احنا على مدار اليومين اللي فاتوا كنا بنتكلم في اتحاد الكره بيختلق ازمات يا استاذ رامي هي دي ازمه دي ازمه واضح ان هو مستمر في ده ازمه دي ازمه انا حاجه غريبه بالنسبه لي ان في ناس او اتحاد مش عايز يحافظ على المسابقه بتاعته لا أنا عارف او مش عايز يحترم الجدول ما بين اعضاء اللجنه القانونيه والدكتور اشرف صبح اللي انا وفقا للمعلومات اللجنه الخماسيه في اعضاء من اللجنه المؤقته في داخلين مع ازمه مع الدكتور اشرف صبح كمان في ازمات معاه ليه بقى في ازمات بقى يعني ازمات الواحد مش عاوز يعني انا ولكن في ازمات داخليه ما بينهم مع بعض اعضاء اللجنه المؤقته وكانوا رافضين تماما تاجيل المباراه وكانوا لحد الوقت الساعات المتاخره الامس رافضين لحد النهارده رافضين وانا مكلم حد من اعضاء قال لك احنا مباراه الاهلي وجونا في ميعادها حتى الان تمام ده الساعه كام لحد الساعه 5 كده كانوا او 4 كمان مكلم حد والدكتور وكمان عندي معلومه كمان ان كان المفروض النهارده الدكتور اشرف صبحي الاستاذ عمرو الجنايني هيحضر يعني هيصل القاهره النهارده الساعه 11:30 بالليل كان في جلسه هتجمعه مع الدكتور اشرف صبحي الساعه 1 بالليل ولكن انت عارف يمكن ربما الامور تغيرت انت عارف ان الماتش بكره وفي تحكيم مش عارف هيروح ولا مش هيروح في نادي الجونه المفروض بتبلغه من قبلها طبعا عشان تقول له المباراه اتلغت او ما اتلغتش مش هينفع تيجي تقول له في نفس اليوم المباراه فطبعا اصدروا هذا البيان على اساس ان هم يظهروا بشكل مظهر كويس ان الدكتور اشرف صبحي قال لهم لا يا جماعه ناجل المباراه حرصا على المصلحه العامه فوافقوا بس ولكن في نفس الوقت العند عند من اتحاد الكوره او عاند قدام النادي الاهلي تمام عشان يظهر بمظهر قدام الراي العام ان هو صاحب قوه وان هو المسؤول الاول والاخير عن اداره المسابقه ومفيش نادي يقدر يفرض سيطرته مفيش مشكله ما انت فعلا انت صاحب القرار الاول والاخير بس ولكن بقول لك يا استاذ روح هي الازمه موجوده ماشي بس هو موضوع ملوش علاقه بان حد عايز يفرض راي ما هو موضوع ان في ناس عايزه تحترم المسابقه وناس مش عايزه تحترم يا استاذ امير هو خدها بالطريقه دي وعشان كده قال لك انا في الاول خلاص اجلت مباراه الاهلي والجونه وحليت المشكله بحل مؤقت ولكن انا في الاول وفي الاخر مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب مع نهايه الدور الاول همشي اللي في دماغي اللي هو عكس قراري من اول المسابقه همشي ترتيب كل الماتشات كل ترتيب الماتشات زي ما هي ما عدا مباراه الاهلي والزمالك هلعبها مع نهايه طيب الدور الاول يا جماعه عشان نوضح بس الامور نوضح الامور لو احنا فاهمين القصه كده ان هم بيقولوا ان الاهلي هيلعب بشكل طبيعي بس هتبقى مباراه الاهلي والزمالك بعد امم افريقيا مش مباشره هتبقى مع نهايه الدور الاول لو احنا فاهمين كده صح في اللحظه دي في انتظار اي توضيح فاذا احنا في استمرار لهذه الازمه مفيش اي حل حصل للازمه دي انت بس كاتحاد كوره بتدي نفسك فرصه بتدي نفسك مزيد من الوقت عشان تقدر تعالج عشان تقدر تحل بس الواضح ان انت برضو ما عندكش النية للحل بدليل اخر جملة دي انت بتستنجد بالجهات الامنية من دلوقتي فده هيخلينا نسأل تساؤلات كتيرة جدا ده هيأكد لينا الافكار والاعتقادات والتأكيدات اللي كانت واصلة لنا ان اتحاد الكرة هو اللي رغب في تأجيل مباراة الاهلي والزمالك مباراة القمة الكواليس ايه في الموضوع ده قول لي هل كان فعلا اتحاد الكرة عايز يأجل المباراة المباراه اللي هي المفروض كانت يوم السبت اللي فات مباراه الاهلي والزمالك لا القرار جاي من الامن يعني بس ممكن يعني يكون حد تواصل يعني هو حد في تكلم. هو في المعلومه ان في وصلت معلومات ان في حد تواصل مع الامن ان هو ياجل المباراه ولكن اتحاد الكوره برضو بعيد عن اي حاجه يا استاذ امين انا بتكلم على حد من اتحاد الكوره مش لا لا, لا 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 اتحاد الكوره خلي بالك في الاول وفي الاخر هو المفروض ان هو بينظم المسابقه وفي انتظام للمسابقه عشان تاجل مباراه او مباراتين في الدوري يا استاذ امير بتعمل لك ازمه كبيره جدا ان انت عشان تجي يعني تشوف حل او تشوف مكان طيب. مناسب ان انت تحط فيه هذه المباراه ولكن اتحاد الكوره فعلا اتحاد الكوره القرار كان قرار امن في تاجيل المباراه يعني برضو طيب. الحق وقال خليني اقول لك اتحاد الكوره ملوش ذنب في حته تاجيل مباراه الاهلي والزمالك يعني ده حقيقه طبقا للمعلومات وانا متاكد من المعلومات دي بنسبه كبيره يعني ان الكوره حاول تاجيل هذه المباراه بسبب ان في شحن جماهيري وفي كلام من لا اتحاد الكوره لا طيب يعني وفقا لمعلوماتي بقى انا كمصدر انا اللي بيزود تاكيدي الجزء الاخير اللي هو بيقول لك ان كده الجهات الامنيه رافضه ان احنا نلعب مباراه الاهلي والزمالك على طول بعد بطوله لا هي هو حط الحته دي يا استاذ امين زي ما اقول لك الموضوع ان هو المسؤول ان مفيش نادي هيقدر يجبره ان هو يعمل حاجه غصب عنه ماشي هنشوف يا رب انما ان اتحاد الكوره ملوش ذنب ملوش يد طيب. دي حقيقه انا يعني انا بحكم اللي انا مصدر اتحاد الكوره ملوش ذنب في تاجيل مباراه الاهلي والزمالك قرار امني عشان وقت حلقتنا خلص احنا في انتظار توضيح او حد يفهمنا بالظبط رغم ان البيان واضح واحنا اتكلمنا فيه ولو الكلام فعلا بهذا الاتجاه يبقى ما اعتقدش ان الازمه خلصت لكن اتمنى في الاخر
حل نهائي للازمه دي، حتى لو انت اديت حل مؤقت بس خليك سريع في الحل النهائي، لان انت تاخرت في التدخل اصلا سواء كاتحاد كوره او وزير شباب الرياضه. فنتمنى الامور تسير بالشكل الجيد، ونقول يا يعني يا مسهل يكون دي بدايه لاصلاح الامور في الكره المصريه، بخلاف السطر الاخير في البيان. انا مصمم في الموضوع السطر الاخير هو ده اللي عامل ازمه. السطر الاخير ده لو السطر الاخير ده مش موجود خلاص يبقى الدنيا تمام، وما خلاص الاهلي اعتقد ان كان خلاص الموضوع اتقفل بالنسبه له، وخلاص عرف ان ماتش اول ماتش هيلعبه ماتش الزمالك، ولكن الازمه قائمه. ولكن اتمنى طبعا يمكن ظروف الفتره اللي فاتت دي احنا اتمنى ان الدنيا تهدى شويه، يعني كل نادي ياخد حقه، الاهلي على مشكله ياخد عنده مشكله يحلها عنده الانديه. فاتمنى ان شاء الله الفتره احنا عايزين كل الناس تاخد حقها، بس هو الاهلي مش طالب الا حقه يعني، بس ان كل جميع وخلي الحق ماشي على جميع الانديه يتمثل في مصلحه الكره المصريه. صحيح صحيح، فحق مشروع النادي الاهلي. يا استاذ رامي انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. احنا نفسنا نتكلم اكتر. طبعا نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا زميلي، وان شاء الله نتناول الموضوع ده في حلقات اخرى باذن الله، ونشوف الدنيا هتستقر على ايه، لان خلاص ما عندناش مباريات خلال الفتره الجايه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ رامي رجب الناقد الرياضي بالدستور، واتكلمنا في الازمه الحاليه في الكره المصريه من خلال الفقره الحواريه الثانيه في حلقه كلام في الميديا. دي كانت حلقتنا النهارده، بكره هنشوف ايه الجديد ونتكلم فيه مع حضراتكم. الى اللقاء.